كونسيل ابورشن، واحده عملت اجهاض واجهاض غير قانوني والليجل وبتحاول تخفي الموضوع ده، فممكن برضه ايه ناس يبلغوا عنها ولا حاجه، فبيحاول نعرف القضيه ونعرف مين المستشفى اللي عملت لها الكلام ده عشان تبقى مشكله دي. انواع الابورشن بصفه عامه، في نوع اللي هو السبونتينيوس العادي، سبونتينيوس ابورشن كلنا عارفين ان كل 10 ستات حوامل في واحده او اثنين او يعني من 10 ل 25% منهم هيسقطوا لوحدهم سبونتينيوس بدون اي سبب. خلاص يعني ايه ما تهمناش احنا في الطب الشرعي قوي، لان دي كلها اسباب طبيعيه تهم بتوع النساء. واحده ست مثلا عندها دايابيتس، عندها هايبرتنشن، عندها مثلا اليوترس بتاعها فيها فايبرويد، فيها انفانتايل يوترس او حاجه طفولي كده فيها مشاكل، يعني كل الناس بيحصل لهم ابورشن، ده سبونتينيوس ما فيهوش اي مشكله وما يهمناش في الطب الشرعي. اللي يهمنا بقى في الطب الشرعي هو النوع الثاني ده اللي اسمه انديوست ابورشن، ابورشن بفعل فاعل بقى. خلاص والابورشن بفعل فاعل ده يا اما بيكون ثيرابيوتيك او ليجل قانوني، واحده ست حامل رايحه المستشفى تقول انا داخله اعمل ابورشن قانوني وحلال 100% محدش يقدر يعمل لها حاجه. وفي نوع تاني طبعا اللي هو الغالب بقى للاسف يعني هو النوع اللي هو الليجل او الكريمنال ابورشن، الاجهاض الغير مسموح به الحرام ده. الثيرابيوتيك تفتكروا بيتعمل امتى؟ ايه الانديكيشن بتاعه؟ امتى نعمل واحده ابورشن ثيرابيوتيك وحقها وشرعي وقانوني؟ بالظبط هو ليها انديكيشن واحد بس، تو سيف ذا ماذرز لايف بس. خلاص لو الحمل ده بيهدد حياه الام ساعتها بننهي الحمل ده وليجل وحرام وحلال وكل حاجه. خلاص اي سبب بيهدد حياه الام زي ايه مثلا؟ في امراض في الام نفسها زي مثلا واحده عندها ادفانسد هارت ديزيز، لو كملت الحمل بتاعها ممكن يحصل لها هارت فيلير وممكن تموت. واحده عندها انواع معينه من الماليجنسيز، في بعض السرطانات على فكره مع الهرمونات بتاعت الحمل بتلاقي خلايا سرطانيه تبدا تنتشر وتعمل ميتاستاسيس وحاجات كده، فده برضو ايه لازم ننهي الحمل بتاعها. خلاص رينال فيلير ليفر فيلير الحاجات دي كلها ممكن تتاثر بالحمل. نمره اثنين في امراض نتيجه البريجننسي برضو لازم ننهي الحمل زي الاكلامسيا. ايه الاكلامسيا ده؟ لو تسمم الحمل ده عباره عن ثلاث حاجات، هايبرتنشن فظيعه وإديمة فظيعه وبروتينوريا فظيعه. خلاص دايما الستات الحوامل يا جبريل الستات الحوامل دايما بيتابعوا متابعه الحمل بيعملوا حاجه اسمها زلال في البول اللي هو بروتينوريا، لو البروتين بدا يزيد بنبدا نشك في ايه موضوع الاكلامز ده. خلاص ساعات الاكلامز بتلاقي الضغط عالي جدا جدا جدا، الحل الوحيد ان انا اشيل الباثولوجي اللي عاملاه كده، بيعتبروا ساعتها البيبي ده هو ده الباثولوجي، ده سبب المرض ده لو فضل موجود هيموتها. خلاص وبالتالي ساعات بنعمل له برضه ايه ثيرابيوتيك ابورشن حلال وقانوني 100%. نمره اثنين مثلا حاجه اسمها هايبر ايمسيس جرافيديرم، كل الستات الحوامل بيرجعوا في الاول كده حاجه خفيفه كده وبتختفي بعد كده. خلاص لكن في بعض الستات بيحصل لهم فوميتنج فظيع ومستمر لدرجه يعمل لهم الكترولايت امبالانس ودي هايدريشن وبيخطر على حياتهم، ساعتها برضه العلاج الوحيد ان انا اشيل الباثولوجي اللي عاملاه كده، دكاتره النساء ساعتها بيعتبروا ان البيبي ده هو الباثولوجي لازم يتشال. خلاص فكل دي حاجات ايه انديكيشن، اهم كلمه هي سيف ماذرز لايف. خلاص في بس حته هي موجوده في اخر الشابتر عايز اقولها من دلوقتي مهمه، يقول لك ايه بريكوشنز دكتور النساء، الكلام ده علينا موجود في الشابتر في الاخر بس عايزين نعرفه من دلوقتي. يقول لك كده دكتور النساء اللي ناوي يعمل ثيرابيوتيك ابورشن اجهاض قانوني وحلال وكل حاجه لازم يعمل ثلاثه بريكوشنز والا هيعتبر ساعتها الابورشن ده الليجل. خلاص ايه بقى الثلاثه بريكوشنز؟ نمره واحد هم اسمهم ثلاثه كن، اسمها كده كن سلت وكن سنت وكن فيرت. كونسلت اسبيشاليست لازم ياخد راي دكتور نساء تاني، اخصائي نساء او استشاري نساء تاني، لان خلي بالكوا ان ترمينيشن او عشان يعمل ابورشن ده معناه ان هو هيقضي على حياه بني ادم، حياه انسان. خلاص فلازم ده قرار خطير، يبقى لازم في كونسلت انذر سبيشاليست، لازم دكتور تاني يوافق على الموضوع ده. نمرة اتنين كونسنت، بياخد ريتن كونسنت منها ومن جزء الاثنين وريتن. خلاص نمرة ثلاثة كونفيرت تو هوستل، طبعا مفيش حاجة اسمها كونفيرت عشان افتكر بس، لازم تتعمل في هوستل، مفيش حاجة اسمها اجهاض يتعمل في عيادة، لازم في مستشفى لان الاجهاض ده منه بيحصل منه مشاكل كتيرة جدا بالظبط كده، وبالتالي لازم يكون في المستشفى فيها اي سي يو عشان كمان الاستاتستكس والحاجات زي كده. خلاص يبقى هما ثلاثة كون في منتهى الاهمية، كونسلت كونسنت وكونفيرت. ودي فرصة بقى ناخد سؤال غريب جدا فاينل 2011 تقريبا اصعب سؤال جه في ال 10 سنين اللي فاتت، سؤال غريب جدا جه سنه 2011 كان برضه في عهد ايه كده يعني. السؤال كان بيقول لك ايه؟ اقرا بقى كده وقول لي ايه ده بقى؟ ده تاليف كامل
كويسه يعني محتاج يعني اجراءات معينه تعمليها. يعني في ثلاث حاجات، دي ثلاث امثله لعمليه المفروض انها ليجل وقانونيه، لكن محتاجه اعملها حاجات معينه تعملها، لو ما عملتهاش تبقى ليجل. prerequisites من مين؟ prerequisites من اي حد. يعني ايه impatient ولا هو زي ما هنشوف دلوقتي. يعني في مش اجراء، مش prerequisites مش معناها تاخد موافقه حد، prerequisites معناها اجراءات معينه لازم تعملها قبل العمليه دي. في اللي هي اللي هو بيكون بلاد ومحطوط على البنتيليتر ولازم عشان نشيله، اللي هي اند اللايف الشابتر الاسبكتس اوف داث. اساسا العمليه دي عندنا في مصر مش قانونيه. ثلاث حاجات سيرجن، واحده منهم طبعا، واحده منهم ده لسه قايلها هي الابورشن. خلاص تريد تخش ودي نمر واحد، ده اشهر مثال طبعا نمر واحد. حاجه ثانيه برضو خدناها، لا سيركمسيجن ايه؟ حاجه خدناها لو اعتبرناها سيرجي هي تعتبر سيرجي برضه، اللي هي ايه؟ قلنا امبارح الاسيستد ريبرودكشن الشرط بتاعها ان لازم هي ليجل، لكن بشرط ان يتاخد السيمي من الزوج ومن الزوجه الاوفر يتاخد من الزوج، وده سيرجري؟ يعتبر سيرجري، لان الاوفر عشان تحصل عليها منظار وجراحه وحاجات كده. خلاص؟ فدي الحاجه الثانيه كان المفروض تعرفوها. اسيستد ريبرودكشن هي حلال في حاله واحده بس، لو كان من الزوج ومن الزوج. خلاص؟ بري ريكويزيتس من مين يا دكتور؟ ما اعرفش حقيقي مين عليه مين. احتياطات لازم تتعمل قبل العمليه، او حاجه تخليها في بالك كده عشان ما تبقاش الليجل. خلاص؟ فدي عشان تبقى ليجل لازم يكون من الزوج ومن الزوجه بس. حد يعرف حاجه ثالثه بقى؟ انا هديكم مثالين ثانيين مش في الكتاب، وهي ساعتها الدكتوره كانت قايلتها في المحاضره وبتقولها في الميديكال ايثكس في وسط الزحمه كده. خلاص؟ اللي هي عمليات بتاعت الاورجان ترانسبلانتيشن او اورجان دونيشن. خلاص؟ هي عمليه ليجل بشرط عشان تبقى ليجل لازم اول حاجه يكون الدونر والريسيبيانت الاثنين ريليتيفز اقارب، نمره اثنين يكونوا مصريين الاثنين. طب لو ده القانون كده بجد؟ طبعا عشان ما يجيلكش واقارب، لازم اقارب عشان ما يبقاش في بيع، عشان ما يبقاش في بيع وشراء. لكن بيجي لنا ناس من بره يشتروا الكلى بتاع الناس المصريين وكده، فلازم يقول لك مصريين، لازم يكونوا ايجيبشن مصريين. ولو واحد متجوز واحده اجنبيه مثلا ولا حاجه وعايز يتبرع لها، يقول لك ينفع بشرط يكون متجوزين بقاله اكتر من 3 سنين يكون في او في بينهم عيال. لان كان بيحصل يجي لك واحد، استنى ابراهيم بقى، يجي لك واحد من بره يعمل جواز كده سوري كده عشان خاطر موضوع الاورجن ترانسبلانتيشن ده. خلاص؟ ما المطلوب متبرع بفص كبد. هي الدونيشن عامة لو واحد اتبرع، هي بص ايه مطلوب متبرع وبعدين بيمشوها كده في ال، هي مش قانونيه غير قانون. ده القانون عبيط قوي. لا هو قانون كده عشان نمنع موضوع التجارة، عشان تجارة الأعداء الأعضاء. ربنا يتولاك إبراهيم سعيد. بعد كده جندر كوركشن، عمليات تحويل الجنس برضه بتحصل. طبعا عمليات تحويل الجنس دي أصلا ليجل. ليجل. في ناس لازم تعملها جندر كوركشن. خلاص؟ دي بتتعمل خلي بالكم كوركشن مش جندر كوركشن. خلاص؟ يعني بتحصل ساعات بقى تلاقي واحد القضية بتاعت سالي اللي تحول لسيد، سيد تحول لسالي بتاعت التنس. ده قديمة دي بقى، أنا فترة طويلة كان طالب في طب الأزهر، هو كان اسمه سيد وكان مقتنع إن هو مش ميل، عنده حاجة سيكولوجيكال، كل حاجة فيه ميل 100% كروموزومز كل حاجة، لكن هو مقتنع إن هو مش ميل. وراح لدكتور أول مرة، راح لدكتور اسمه دكتور عزت عشان كان مشهور قوي. عزت ده عمل له العملية، غير له الجنس وبقى سالي، وشفت أنا شفته كذا مرة يعني سالي ده. فالمهم عملت لي والله ده انا رقبت عليه في امتحان، يعني بعد ما خلص طب امتحن في دخل حقوق. والله اشتغل اول فتره شغلانه غريبه، شغل شغل رقاصه، اقسم بالله العظيم والله العظيم. والله في فرقه شعبيه حاجه كده يعني. حاجه كان هو ده لسه عايش ولا انتحر؟ موجود يعني. لا 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 موجود. كان في اللي انتحرت كانت البنت اللي في ممثله مشهوره برضه، كان ميل وتحول. عارفه صحيح؟ عارفه فيلم مراجعه؟ ايوه مش انشراح. ايه؟ مش انشراح ده كان ميل وعملت بتاعت مس انشراح مدرسة انجليزي وفرنساوي مدرسة بتاعت يامو اللي طاهر. فالمهم يلا ايوه نعمل ايه؟ ما تسافرنيش، مش راضي. مش راضي يا جماعه؟ ما تبعتنيش. في طلب شغيل ده. لا افتح الشباك شويه هيغير. هو الشباك هيعمل شويه. اجيب ده. افتح حته بسيطه عشان تجيب حته بسيطه. انتحرت يا دكتور في الاخر؟ سلام عليكم.
لا بيقولوا انطحت اختفى ليش اختفى اي حاجه بيقولوا انها انطحت مش تزعل ازاز بس استاذن زمالك بقى قاعدين ورا هي بصراحه دكتور بتاعت الورك اندونيشن دي هو قانون كده نعمل ايه برضو الموضوع الجندر كوريكشن تصليح الجي عمليه تصليح الجنس دي بيشترط ما ينفعش تروح للدكتور يغير لك السكس على طول خلاص لازم في الاول كده هرمونال ثيرابي وسايكاتريك تريتمنت محتاج سايكوثيرابي محترم لمده سنتين اذا فضل بعد كل ده مش مقتنع برضو ممكن ساعتها نعمل له موضوع الجندر كوريكشن خلاص الحاجات دي هو السؤال ده جه في فاينل 2011 اللي هو ايه ده يعني مالهاش قد كده بس ممكن يعني فالسؤال ده بس يا ريت تصوروه كده يا جماعه وتحطوا الاجابه على الايه الصفحه بتاعتنا ولا حاجه ما هو في حالات بقى بصي يعني لو ما غيرتش السكس ده هيتح هو 100% ميل لكن برين عنده مقتنع ان هو في ميل مالهاش حل ف ده جندر انترتشينج مش كوركشن ده هو تغيير مش تعديل هو لو كوركشن المفروض يبقى كده الجندر اللي غير جنسه ده بيبقى ايه دي الموضوع ده فيه لخبطه فظيعه لان بقول لك تخيل واحد من جوه مقتنع ان هو في الميل 100% ولو فضل عايش كده هينتحر فما اعرفش هل السكس ده بيتحدد بالبرين ولا بيتحدد بالسكن والسكشوال كاركترز مش عارف ايه بصراحه يعني فالحاجات دي بيدوا له فتره سنتين ها مع الله انا مش عايز افتي في حاجه بقى يعني ماشي يا جماعه المهم بس صوروها دي حطوها على الصفحه بتاعتنا يا جماعه خلاص انا اللي انت خلاص خلاص ماشي يا جماعه في كتير طيب بعد كده يعني طيب نيجي بقى للنوع الثاني من الابورشن اللي يهمنا اللي هو الكريمنال خليكم معايا كريمنال ابورشن او الليجال ابورشن المصيبه اللي احنا بنشوفها بقى لحد دلوقتي ودكاترة نسا محترفين الشغلانه دي وتلاقيه ملياردير ويغير العربيه كل سنه ويطلع يصيف في اوروبا وكلها فلوس حرام طبعا. كريمنال اللي هو الايليجال ابورشن. ايه الديفينيشن بتاع الكريمنال ابورشن اللي هو الايليجال غير قانوني؟ هو تعريف واحد ابورشن دان فور اني كوز اذر ذان سيفينج ذا ماذرز لايف. لو اتعمل لاي سبب غير انقاذ حياه الام ده يعتبر ايليجال. عندها 20 عيل ومش عايزه عيال تاني ايليجال. كره جوزها مش عايزه حاجه تفكره كل ده الليجا خلاص مش هتعرف اوبشن كمان تمرين ديفايس راح معرف اوبشن ماشي لو جه سؤال ماشي عايز ثيرابيوتك المفروض لو البيبي جاله هو حاجه كونجنتال انومالي او اللي هي كونجنتال انومالي مثلا لو مثلا طب لو الام حامل في ولد وعرف ان هو داون سندروم لا عادي ما يتعملش لحد دلوقتي يعني اصعب انما لو المايكرو كيفر يكمل حمله انما لو عنده روبيلا كوجيت روبيلا دي تخاف من الروبيلا غالبا هتزعل الولد غالبا هيموت في بطن امه هيعمل لها دلوقتي المايكرو كيفر تبع الازهر بيكمل المايكرو كيفر ازمه كيفر ما عندناش مشاكل ده بيكمل وبيتولد بيكمل بيموت بعد ولاده قال لك ما هو لو اتولد ما بيهددش حاجه يكون نقطه لا عمره ما تنسوا لا لو خد نفس بس انا قصدي عمره ما هيهدد حياه الام انما الروبيلا تهدد حياه الام فدي عشان كده بيتعمل لها بوش الروبيلا بيتعمل لها بوش كورجيتا الروبيلا بيتعمل لها بوش خلاص طيب نيجي بعد كده وات ار ذا ميثودز اوف اندكشن يلا مش عايزين بقى انترابشن كتير بقى بس يا جماعه ميثودز اوف اندكشن اوف ابورشن واحده قررت بقى تعمل كريمنال ابورشن ايه بقى الاختيارات اللي قدامها عندها كذا اختيار يا اما الجنرال فايلنس الطريقه الفاشله اللي بنشوفها في الافلام تطلع الكرسي وتنط ومش عارف تعمل تشيل حاجات تقيله حاجات كده الجنرال فايلنس القاعده بتقول لك ايه عمره ما هيعمل ابورشن غير في الفيميلز سسبتبل تو ات يعني ايه يعني لو كان هي اساسا احنا قلنا من 10 ل 25% من الحوامل الطبيعيين هيحصل لهم ابورشن طبيعي سبونتينس خلاص لو هي واحده من دول جنرال فايلنس ساعتها يعمل لها ابورشن خلاص انما لو واحده ربنا مكمل لها المفروض يعني مكتوب لها كده الحمل بتاعها يكمل لو خبطها قطر هتموت والابورشن والبريجنس هيفضل مستمر فعلا مش هيحصل ابورشن يعني فالجنرال فايلنس دي طريقه فاشله طبعا الطريقه الثانيه الاقوى شويه اللي هي اللوكال فايلنس بقى تبدا تتعامل مع الجينيتال اريا نفسها واللي ناويه تعمل لوكال فايلنس قدامها ثلاث اختيارات في الطرق اللي بيستعملوها جماعه نون بروفيشنال عود الملخيه هي بتجربه بالظبط ملخيه ستيملر بتجربها الشخصيه او جيرانها يقولوا لها حاجات كده وفي طرق اللي هم جماعه السيمي بروفيشنال الدايه الهاوس وايف دي او ممرضه حاجات كده او نمره ثلاثه الطرق اللي بيستعملوها بقى البروفيشنال دكتور لسه بقى بروفيشنال ابورشنست دكتور لسه محترف ايه دي شغلته كل واحد من ربنا يخليك يا
كل هو في ناس معروفين اسم يعني بيساووا مليارات من الحاجات دي او ملايين بلاش مليارات لكن طبعا بس كده بس عامل ايه طيب يعني فتح الشباك ورا وهذا ده اللي ورا كده ممكن يطيروا اللي قاعدين ورا سلام طيب خلاص ماشي يا جماعه طيب طيب الاختيار الثالث قدامنا هي الابورتيفيشن دراجز دراجز معينه تعمل ابورشن هنتكلم عليها دلوقتي ناخدهم واحده واحده كده جنرال فايلنس اي كلام اونلي انسست نبدا باللوكال بقى في طرق اللي بيستعملوها الجماعه النون بروفيشنال جارتها تقول لها اعملي كذا الجماعه النون بروفيشنال بيعملوا ايه يا اما نمره واحد انترودكشن اوف فورين بودي ادي اليوترس كده اهو وادي الساك والواد نايم جوه كده نروح ندخلها حاجه بس تعمل رابتشر اوف ذا ميمبرينز فاليوترس يعمل كونتراكشن يطلع دوت ده بره ايه بقى الحاجه اللي بتدخلها اي حاجه بقى اب تو نيتنج نيدل اللي هو ابره التليفون اي حاجه مدببه كده تخرج من البتاع ده لكن طبعا الناس بره اللي بيفهموا بيستعملوا حاجه اسمها الين بارك ايه الين بارك ده احنا عندنا في مصر كتبات بين قوسين بقى اللي انتوا بتقولوا ايه بين قوسين ملوخيه ستني خلاص الين بارك ده شجر بيطلع بره اسمه شجر الدردار عندنا في مصر مش مشهور قوي يعني العود بتاعه بتروح مدخلاه هنا كده وتسيبه طول ما هو موجود في مكانه بيفضل ابزورب صوت يفضل يمتص الميه من السكريشن اللي حواليه من الفاجينال والسيفات سكريشن فيبدا يحصل له ايه سويلنج بالتدريج كده فيعمل جراديوال دايليتيشن اوف السيرفس خلاص فيعمل ايه ابوش يبقى يعمل كونتراكشن اللي عندنا بيستعمله هو الملوخيه ستيم ده اشمعنى الملوخيه ستيم بالذات يعني لان فيه صفتين سليبري اند فليكسبل خلاص امال المتخلفه اللي بتستعمل نيتنج نيدل دي المتخلفه ليه ان شاء الله نيتنج نيدل ده ببساطه شديده جدا هو الوضع الطبيعي اهو ادي الفاجينا اهي واليوترس عامل كده فلازم تعمل حاجه فليكسبل كده تدخل معاه دي بقى بتروح مدخله دي كده تروح عامله بيرفوريشن اوف ذا بوستيريو فاجينال فورنكس تروح داخل على الابدومين في حالات منها شفناها عندها انجري اوف ذا ليفر ليفر اهو دخلت توصل للليفر خصوصا طبعا ان الحامل دي بتبقى الحته دي كلها فاسكولار بتبقى سوفت ممكن يحصل بيرفوريشن بسهوله خلاص فطبعا دي حاجه ماشي يا جماعه يبقى ده بالنسبه عشان كده اللي بيستعملوا الملوخيه ستيم ده عشان فليكسبل ويقدر يدخل المكان ده خلاص الطريقه الثانيه اللي بيستعملوها طريقه طبعا اكثر فشلا يلا يا جماعه خليكم معايا يلا خليكم معايا الطريقه الثانيه الاكثر فشلا واكثر سوءا بقى بيجيبوا حاجه ايريتانت بويزن زي السموم المعدنيه الميركوري والليد والارض والحاجات دي وتحطها في حته قطنه كده ولا حاجه وتروح حطها برده هنا في الفاجينا كده فيبدا السيرفكس واليوترس يمتص الحاجات دي يحصل له اريتيشن تعمل كونتراكشن ويطرد الوضع بره فطبعا تعمل الحركه دي فجسمها هو اللي بالظبط جسمها هو اللي هيمتص هذا السم اكيوت ارسن بويزن واكيوت ليد بويزن وبيحصل لها مشاكل خلاص فدي كلها طرق بيستعملوها الجماعه النون بروفيشنال وكلها فاشله زي ما انتم شايفين كده خلاص طب الجماعه بقى السيمي بروفيشنال اللي هي الممرضه الهاوس وايف اللي هي الدايه حاجات زي كده بيستعملوا طرق تانية اكثر احترافا اللي يستعملوا الهيجنسون سيرنج ايه الهيجنسون سيرنج دي سمعنا عنها فين قبل كده مش هي كريم الابوش استاذ والله دي سمعنا عنها فين فاكرين الفينس ايري امبوليزم لما خدناها زمان قلنا ما هي اسباب الفينس ايري امبوليزم كاف كاف ان ال كات ثروت كريمنال ابورشن انترافينس انسفليشن ديو انسفليشن وانترافينس انفيوجن اربع اسباب خلاص كريمنال ابورشن دي اسمه هيجنسون سرينج ده عباره عن حاجه زي الانيما زي الحقن الشرجيه كده ليها ريزرفوار كده وطالع منها خرطوم وليه نوزل بتروح مدخله النوزل ده هنا في الحته دي تدخله من السيرفكس كده خلاص وتملى البتاع ده فلويد حاجه جليسرين او حاجه زي كده حاجه تعمل اريتيشن يعني وبعدين تروح حقنه بقى الفلويد ده كله يتحقن ينزل يفصل الساك عن اليوترس فاليوترس يعمل كونتراكشن يطلع الواد ده بره كان ساعات بقى الفلويد ده يخلص يروح داخل وراه هواء والحته دي كلها فاسكولار طبعا يعمل لي فينس امبوليزم خلاص فدي من الحاجات برضه كانت مشهوره قوي زمان دلوقتي طبعا محدش بيعمل كلام كده قوي اسمها هيجنسون سيرينج في حاجات تانية يستعملوا اللاميسيل رودز ايه اللاميسيل رودز دي حاجه سينثيتك دكاتره النساء كانوا بيستعملوها لحد قريب على فكره حاجه سينثيتك بوليمر كده حاجه زي البلاستيك كده
برضو بتتحط هنا في السيرفكس وعندها القدره انها تمتص الايه الووتر والسكريشن اللي حواليها فيحصل لها جراديوال سويلنج بتعمل جراديوال دايليتيشن طريقه ممتازه بيستعملوها وكان دكاتره النساء نفسهم بيستعملوها لحد قريب فور ايه جراديوال دايليتيشن نما ثلاثة بلاستيك كاثيتر انسرشن ودي بقى المحترفه هي اللي بتعمل الحركه دي ايه بقى البلاستيك كاثيتر ده حاجه قسطره مرنه كده زي بتاع اليورين الكاثيتر اللي انتوا شفتوه في العمل دي اللي عندكم في العمل نروح مدخلها هنا كده وفي دكاتره نساء كتير للاسف مش عارفين الحركه دي ودي يعني بيضحك عليهم تماما فيها ادي الساك وادي اليوترس كده نروح مدخلها القسطره اللي احنا قلنا عليها دي هنا كده وتروح حشراها بحته ايه شاش او قطن او حاجه في مكانها كده وتقول لها ايه بقى الدايه اللي بتعمل الحركه دي تعمل لها الحركه دي وتقول لها روحي بيتك وتوقعي ان في خلال 24 ساعه هيبدا يجي لك يوتراين كونتراكشن ونزيف تنزفي اول ما هتنزفي تروح شايله البتاعه دي وتشيل القطنه دي وتروح جاري على اقرب مستشفى حكومي طبعا دكتور النساء لما يشوفها يقول لك دي حاله ثريتند ابور ده واحده انيفيتبل ابورش ده واحده عندها اجهاض فدكتور النساء بنفسه هو اللي بيدخل ويعمل لها كريت في مستشفى حكومي خلاص يبقى هم ضحكوا عليه تماما بالحركه دي خلاص وبتتعمل كتير قوي مره والله مره سمعت الاثنين دكاتره النساء ها؟ لا ما الحاجات دي بتتشال ما بتقول لها كده تشيل دي وتشيل القطنه دي وتطلع المستشفى وبيتعمل لها ابورشن رسمي الدكتور اكتشفها ازاي؟ دكتور النساء ما هو بص دكتور النساء كنت مره سامع الاثنين دكاتره النساء بيتكلموا مع بعض فبيقول له ايه؟ يا اخي انا بطشيت يوم الخميس دي بكرهها كلها حالات ابورشن مش عارفين السبب ايه؟ هو السبب ببساطه ان كل الستات عارفين ان الحركه دي بتاخد المفروض الابورشن ده لما بتعمل الحركه دي بتتحجز في المستشفى ثلاث ايام فدايما بتظبطها على يوم الخميس بحيث تاخد خميس جمعه سبت ويوم الاحد بقى تروح شغلها فريش كده والله العظيم بجد حاجه فما بتعرفش غير بقى بالسيركا مستنشد حاجات زي كده وبتعدي على بتوع النساء وصعب جدا اكتشافها جايه لك واحده ابورشن في حاله ابورشن عاديه فانت المفروض بتعمل لها ابورشن بنفسك بقى في مستشفى الحكومه خلاص فالحركه دي فظيعه بلاستيك كاثر انسيرشن ثرو ذا سيرفكس اه ايه الفكره؟ ما هو دي عامله دايليتيشن في حاجه هنا فورين بودي هنا كان بودي موجود دايليتيشن في مكان بلاستيك عامل اه ده ممكن بلاستيك مرن او بلاستيك ناشف قوي ده دكتور المفروض دكتور النساء يعرف منين بقى على ما تتعرف سكه مستشفى اي حد يجي لك يوم الخميس تعرف ان هو عامل الحركه دي او اول يوم في اجازه نص السنه عشان عارفه ان انا عندي اجازه والعيال انما عمرها ما تجي لك مثلا وقت امتحانات ولادها عايزه تكون بصحتها عشان تذاكر كان جد والله بس انت ما استعملش بس واحده حاولت تعمل ابورشن لنفسها اه ده ليجل ابورشن اه ده دي ليها عقوبه يعني هو انت بتشتغل في الشارع ولا لسه ولا شغال؟ لا تبلغ في الاستقبال تبلغ الشرطه طبعا ده ليجل ابورشن عشان انت عارف مين اللي عملها الحركه دي عشان تقبض عليها ممرضه لان في حد محترف في الموضوع ده لازم تعرف حرس البيت يا ابراهيم خلاص ماشي يا جماعه طيب تالت حاجه بقى الطرق اللي بيستعملوها الجماعه البروفيشنال بقى دكتور بقى بتاع ابورشن بيعمل اه بتاع الكاشات ده المكيش ده خلاص بيعمل ايه بقى البروفيشنال ايه بيرسون ده في عنده برضو كذا طريقه نمره واحد طريقه يعني ساعات بيعملوها انجكشن اوف هايبرتونيك سوليوشن اوف سلاين او جلوكوز يفضي دخل ابره كده يفضي الاميوتيك فلويد ويحقن بداله حاجه هايبرتونيك سوليوشن اه يبدا يمتص بقى الميه اللي حواليه كده فيبدا يعني الاميونيت فلويد حجمه يزيد يبدا يعمل ديستنشن ويعمل يوتراين كونتراكشن ويطرد ورا الدبره فلات بيستعملوها بتعمل مشاكل طبعا وبالتالي اه بتستعمل ساعات لكن منها مشاكل كتير الطريقه الافضل بكتير اسمها ساكشن ايفاكيويشن دي بتستعمل في الايرلي بريجننسي واحده لسه في الشهور الاولانيه خالص الاول او الثاني او الثالث بيدخل سرنجه كبيره كده وتوصلها بكاثيتر برضه هنا ومدخلها وروح شافط سحب الكونتنتس وعامل لي رابتشر اوف ذا يوترس ولو كان في اوفم ولا فيرتلايز اوفم او حاجه ممكن ايه تتسحب بالطريقه دي خلاص فدي بتستعمل مع الايرلي ستيج اوف بريجنسي ساكشن سرنج عاديه كبيره شويه ويعمل الحركه دي يا اما الطريقه الثالثه اللي كل الدكاتره لسه بيعملوها بقى حتى بتسمعها في الافلام بيقول لك ايه اه نعمل الكورتاج اه الكورتاج اللي هو ايه دي اند سي دايليتيشن اند كوريتج اللي هو يروح موسع يدخل حاجه اسمها هيجر دايليتورز حاجات يعني زي قلم كده صغير وهي قلم اكبر 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 يبقى يعملها جراديوال دايليتيشن ويروح مدخل حاجه اسمها الكريت يكحت الكونتنت يشيلها كلها ويروح طالع كده خلاص اسمها ايه دايليتيشن اند كريتج او دي اند سي اوبريشن خلاص حتى في الافلام لما تلاقي واحده الحمد لله في ها ما انا بقول في ناس
في الافلام تلاقي حمل غير شرعي ولا حاجه فيقول لك اعمل لها كرتاج كرتاج لو كرتاج لو جت فلوسك لها بقى تعمل كده دلوقتي هنشوفها دلوقتي بيعملوا نفس الحركه دي برضه بروستا جلاندين سابوزيتوري فاجينا سابوزيتوري ويقول لها اول ما تبداي تحسي بالكونتراكشن بتاع شيليه واطلعي على اقرب مستشفى ليك الدكاتره لسه بيلبسوها تمام خلاص دي اربعه ده بقى مجرم طبعا قاتل حقيقي بقى في الليت بريجننسي بقى الشهور اللي بعد كده بيعمل هيستروتومي يروح فاتح بقى ومطلع البيبي ويسيبه بقى يموت بقى خلاص اسمها هيستروتومي الليت بريجننسي كلها حاجات طبعا كريمنال ابورشن بطلع البيبي وايه واليوترس تسيبه يطلع اليوترس لا انت اليوترس ايه طلع البيبي ازاي هيستروتومي زي سيزيريان يعني خلاص طيب طريقة بقى يستعمل ابورتيفيشن دراجز في دراجز معينه بتساعد على الابورشن زي مثلا حاجات خدناها في العملي النون سبيسيفيك اللي هي دراستيك بيرجاتيف تعمل سيفير اريتيشن ده جي اي تي وتعمل ريفلكس كونتاكشن زي ايه بقى الحاجات اللي خدتوها جلب والكاستر والكروتين اويل ده بالذات الكروتين اويل ده زيت حب الملوك مصيبه الكروتين اويل ده قلت لكم قبل كده نقطه واحده منه على مكعب سكر بس انت بريجنت نصها سيفير اريتيشن ويعمل لها ابورشن فظيعه خلاص وجالا بروت والكولوسيرس الحمضه وكل الحاجات دي اسمها بلاستيك بيرجاتيفز ساعات بقى ناس هبل منهم كانوا بيستعملوا حاجه اسمها بروتوبلازم بويزن يعني سم يموت الماده الحيه الاوفم نفسها زي مثلا الليد سموم المعدنيه كان في اقراص اسمها ليد اولييت زمان كانت مشهوره قوي بيستعملوها برضه الحاجات عشان تساعد على الابورشن وكانت سامه وبتموت الام كمان وبتبقى حاجه اخر بقى خلاص كل دي نون سبيسيفيك دراجز في بقى سبيسيفيك دراجز وطبعا عارف لو حمل الليجل ولا حاجه بتبقى انت عندها استعداد تعمل اي حاجه فممكن تلجا للمصايب بقى خلاص في دراجز ثانيه بقى سبيسيفيك بتشتغل على اليوترس تعمل كونتراكشن اوف ذا يوترس بيسموها اكبوليك افكت اشهرهم طبعا هم الثلاثه في الاول الاوكسيتوسين والاورجيت والايرجوت والايه البروستاجلاندز هو المشهور قوي البروستاجلاند سابوزيتور ده فاجينا سابوزيتور بيتحط كده وتروح حتى تبلغ تروح المستشفى تعمل ابورشن طبيعي في حاجات بيستعملوا برضو بروجستيرون انتاجونست حاجه ضد البروجستيرون زي ده اللي هو ايه الميفيبريستون ده انتوا عارفين البروجستيرون ده فايدته ايه اساسا اسم برو جستيرون جستيرون جاي من جستيشن يعني ده البريبير فور جستيشن ده اللي بيعد اليوترس فور الحمل خلاص فلو انت بوظته كده الحمل هيبوظ ودي على فكره الاقراص دي اللي بتستعمل فور emergency contraception عارفين حاله الريب اللي قلت لكم عليها لو عايز تخلي بس حصل لها ريب خلاص حصل ريب حصل انتركورس وعايز تمنع الحمل اديها ده بس لازم تخليها 3 ايام بعد كده لو جات لك بعد كده تركب لها لوب هو ده الحل عشان تمنع موضوع التريجنس ازاي بقى لوب ماشي يا جماعه 3 ايام بس كنت انا بستخدمه كازاميها في ابورشن في خلال 3 ايام من الانتركورس هنا مش بستخدمه للابورشن ماشي انا بقول لك على فكره انا بتكلم على حاله ايمرجنسي كونتراسبشن لو ما ينفعش كونتراسبشن حصل ممكن ساعتها ولا حرام ايوه طبعا لا ان شاء الله انا ما اعرفش احكي لك يعني بص موضوع الابورشن دي بالذات لا اجر ولا اول كلمه انت بتصدر قرار بقتل واحد ايه حلال ولا حرام ايش عرفت ما المفروض الروح الروح في الاربع شهور اول اربع شهور بس برضه والله حتى يسالوا لك عن الروح يقول لك انا رافض ما اعرفش انا حاجه بس القانون ايه؟ القانون في حاجات كتير تمام خريج طب اصلا لا انا قلت والله 100 مره يا جدعان انا خريج اصلا انا دكتور بس بذاكر زيكم برضه باخد دروس وبعد كده بعد كده يلا يا جماعه بدا يكلمني بعد كده عن الدايجنوزس دايجنوزس اوف ابورشن خلاص السؤال ده رغم انه رزل حته رزله كده والطلبه كلهم بيفوتوها لكن والله بتسال كتير اخر السنه كتير قوي تجي لك كيس يقول لك واحده ست حصل راحت تعمل ابورشن وكذا كذا كذا وفي الاخر يسالك اول سؤال هاو تو دايجنوز ذيس كيس عشان تقول له بقى الكلمتين دول مهمين خلاص عشان اشخص حاله ابورشن بعتوا لك بقى واحده بتدعي ان هي اتعرضت لخناقه وحصلها ابورشن او واحده انا شايف انها عملت ابورشن وبتخبي الموضوع ده اول حاجه اعملها طبعا كونسنت كالعاده لازم اخد منها كونسنت موافقه كتابيه على الفحص بعد كده ابدا الهيستوري الفحص العادي بتاع اي حاله في الطفل هيستوري اسالها عن الامين الانف اللي بقى بتاع الالرجيك الالرجيك غيناس ولا ايه علي حساسيه الالرجيك مشكله مع البول
وهي لو عامله ابورشن هتديني كونسنت بقول لك الحل بقى يكون نيابه ولي امرها لازم الفلوس على القضيه ابولا ماشي يا جماعه يلا يبقى اول حاجه اسالها على الهيستوري اقول لها اخر دوره جاتلك امتى بس هي جايه بتدعي مثلا انها تعرضت لضربه وعملت لها ابورشن وجايبه البيبي معاها تقول لها اخر دوره جاتلك امتى تقول لها اليوم الفلاني تحسبها انت بقى تعرف انها حامل في الشهر الرابع تبص على البيبي اللي هي جايباه تلاقي امبريو طوله 4 سم يبقى كدابه طول 4 سم ده معناه في الشهر كام؟ تاني خلاص مش ماشيه مع الكلام اللي هي بتقوله وبالتالي دي ما كانتش حامل خالص وراحت مستشفى ولاده اللي شغاله فيها الممرضه قريبتها اديت لها اي برودكت في ابورشن عشان تبلغ بيه البوليس تتهم حد وكده خلاص فلازم اسال في الاول عن ايه اللاست منستر بيريود نمره 2 ابدا اعمل لها اكزامينيشن جنرال اكزامينيشن في الاول اشوف علامات الحمل هي بتدعي ان هي كانت حامل وتعرضت لحاجه خلاص او العكس تقول لك انا ان هي بتخفي انها عملت ابورشن وتقول لك ما كنتش حامل اساسا تبدا تفحصها تشوف علامات الحمل موجوده عندها ولا لا اللي هي النيبل والايريو والحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت خلاص والابدومين والكلام ده بعد كده بص على اللوكال ساينز اعمل لوكال اكزامينيشن علامه مشهوره قوي عندنا اللي بيعمل ابورشن دايما بيعمل دي اند سي اللي هي دايليتيشن فعشان يعمل دي اند سي لازم يمسك السيرفكس بآله كده اسمها الفورزيلم حاجه عامله كده وليها اسنان من فوق يمسك على السيرفكس عشان يبدا يدخل الكيوريت اللي هو هيشتغل بيه خلاص فدايما الفورزيلم ده بيعمل ماركس معينه كده اسمها ماركس اوف انسترومنتس او بيسموها فورزيلم ماركس علامه مشهوره قوي على السيرفكس لما بتشوف المنظر ده تعرف ان كان في حد بيشتغل في المكان ده خلاص ان كان في لوكال ايه حد بيتدخل ايه في المكان ده خلاص يبقى في السيرفكس ابص على الماركس اوف انسترومنتس اشوف اذا كان في دايليتد سيرفكس خلاص يبقى ده طبعا كله معناه ان في حاله ايه بعد كده اللابوراتوري انفستيجيشن بعض الفحوصات المعمليه اللي بعملها زي ايه لو برافو عليك طبعا لازم اعمل بريجننسي تيست هي بتقول انا ما كنتش حامل خالص واحنا عارفين ان اختبار الحمل بيفضل بوزيتيف لمده اسبوعين بعد الابورشن وبعد الولاده فده يكشفه طبعا 100% خلاص او تقول لك انا كنت حامل واتضربت وجات وادي البرودكت في ابورشن اهو تعمل لها اختبار حمل زي نيجاتيف دي ما كنتش حامل اساسا يعني خلاص فده مهم قوي بريجننسي تيست ده منتهى الاهميه نمره 2 اختبارات بقى الدايابيتس والسيفلس والحاجات دي كلها ليه ان شاء الله سيفلس والدايابيتس والحاجات دي لان هي بتقول لك انا ابورشن جالي لوحده انا ما عملتش حاجه ففعلا السيفلس والدايابيتس والحاجات دي ممكن تساعد نعمل سبونتينيوس ابورشن لوحده يبقى صادق لو عندها حاجه من دول يبقى ممكن فعلا يكون ايه صادق والابورشن ده حصل لوحده بعد كده احلل بقى البلاد واليورين والكلام ده كله عشان اشوف الدراجز اللي هي الابورتفيشن دراجز البروستا جلانز والحاجات دي كلها اعمل لها تحاليل اشوف بعد كده السونار اعمل لها الترا سونوجرافي نعم مش بروستا جلاندز الحاجات الثانيه بقى اكسكيوز بروستا بقى انت بيستعملوا حاجات بلاوي يعني فيها حاجات شفتها غريبه مشهور قوي مثلا مشروب القرفه المركز حاجات القرفه دي من حاجات ال بتعمل ترانك كونتراكت بتعمل ترانك كونتراكشن فممكن الست الحامل ممنوع تشرب قرفه بيعمل ممكن يساعد على الابورشن انا بحب القرفه ماشي يا جماعه ان شاء الله لما تتجوزي كده كان جد والله ممنوع حسن الحمد نمر بعض اعمل لها سونار هي بتنكر انها كانت حامل اساسا وانها ولدت خلاص فانا بعمل لها سونار الاقي اليوترس لسه حجمه كبير لان طبعا ما بيرجعش لحجمه الطبيعي بسرعه فاللارج سايز ده اعرف ان هو بعد الصفوك اسد طيب اخر اختبار اهم اختبار عندنا بقى في اختبارات بتتعمل على البرودكت اوف ابورشن هي ست جايه وشايله معاها برودكت اوف ابورشن بتقول لك انا كنت حامل اهو واتضربت وادي النتيجه اهي خلاص تمسك بقى اللي هي البرودكت اللي هي جايباها دي تعمل عليها ثلاث حاجات نمره واحد اعمل لها بريسبيتين تيست ليه ان شاء الله؟ متاكد ان ده حاجه البريسبيتين ده الاختبار اللي بيفرق بين الهيومن تيشو والانيمال تيشو ليه بعمل لها بريسبيتين تيست؟ لان حاجه غريبه جدا اقول لكم بقى التجارب بقى الخبرات اللي بقى لها الاف السنين الستات بعض الستات يعني اكتشفوا ان ما اعرفش عرفوها ازاي ان الامبريو اوف ذا دوج يشبه بالظبط الامبريو بتاع الهيومن في الشهر الرابع طوله 16 سم وشكله حاجه سبحان الله غريبه جدا خلاص فساعات والله كانوا بيجيبوا امبريو اوف ذا دوج بيقولوا انا كنت حامل وادي البرودكت في ابورشن يعني كلام طبعا قديم بس بيتعبس يعني ساعات فانا اول حاجه نعملها في السبرين تيست مهم قوي في امتحان ايه الاختبارات بتتعمل على ايه البرودكت في ابورشن نمره 2 ابدا اشوف الايج اوف ذا فيتس الاقي الولد طوله 4 سم وهي بتقول لي انا حامل في الشهر الخامس او الرابع كدابه
خلاص نمره 3 ادور على علامات الماسيريشن تقول لي انا كنت حامل والولد نزل لوحده وانا ما عملتش حاجه. لو لقيت الولد ماسيريتد سايز اوف ماسيريشن سوفت وكده يبقى الست دي صادقه فعلا ميت عندها فعلا ونزل لوحده. خلاص يبقى دي كلها اختبارات المفروض تتعمل على البرودكت في البوشه. ده بالنسبه لتشخيص الابورشن في واحده عايشه. طب لو واحده ميته برضه نفس العلامات تقريبا بالاضافه ان انا بشرحها وابدا ابص عليها بقى. هتلاقي علامات مختلفه زي مثلا بريتونيوم في مثلا وهي بتعمل ابورشن حاجه حصل ايه بيرفوريشن عمل بريتونايتس. نمره 2 ابص على الجي اي تي لو واخده دراستيك بيرجاتيفز هتلاقي سيفير اريتيشن في الجي اي تي الكروت الاويل والحاجات دي. نمره 3 افحص اليوترس افتح اليوترس اشوف السايز بتاعه والمحتويات بتاعته اشوف الفولزيلا مارك اللي قلنا عليها العلامات الموجوده على السيرفكس اللي هي المارك في انستون دايما تكتبوها الكلمه دي الماركس اللي بتاع الفولزيلا ده بالذات. بعد كده بشوف اذا كان في حاجه موتتها بقى هنعرف دلوقتي ان الابورشن بيموت بكذا طريقه من ضمنها امبوليزم وهيموريدج وحاجات كده. ماشي يا جماعه؟ خلي بالكم ده ميكانيزم لا الكوز هو الابورشن الميكانيزم بيموت ازاي يا اما هيموريدج يا اما امبوليزم يا اما كده. طيب في بيقول لك بقى لو انت شرحت واحده ولقيت عندها بيرفوريشن في اليوترس في انجري في اليوترس هل ده معناه انها حاله كريمنال ابورشن؟ مفيش اسباب ثانيه بتعمل رابتشر في اليوترس يعني؟ لا في حاجات ثانيه طبعا ممكن يبقى امراض زي الكوري كارسينوما ممكن ولاده طبيعيه بتولد طبيعي بس الولاده ديفيكلت الولد حجمه كبير وهي عندها كونتراكتد بيلفيس والولد دكتور النساء يعني غلط طبعا المفروض واحد زي دي يعمل لها سيزيريان من الاول ما عملش سيزيريان ومصمم يولدها فاجينال ديليفري خلاص فطبعا الولد عايز ينزل واليوترس عمال يعمل كونتراكشن والولد ما بينزلش هيحصل ايه؟ يحصل لي ترانسفيرس كده ترانسفيرس تير او رابتشر في اللور سيجمنت لما تشوف المنظر ده تعرف دي حاله اوبستراكتد ليفر او ديفيكالت ليفر. ممكن بقى حاجه ثانيه دكتور النساء عايز يساعدها فراح مدخل حاجه اسمها الفورسبس بتاعتين حديد كده يدخلهم هنا يمسك بيها راس الواد ويروح شده فبدل ما يدخلهم من هنا كده يروح مدخلهم غلط يروح ضاغط على السيرفكس نفسه ويفضل يشد على السيرفكس فلما يشد على السيرفكس يحصل ايه؟ لونجيتيودنال تير طولي كده في السيرفكس يبقى انا شكل الرابتشر بيعرف يسوي لو لقيته ترانسفيرس في اللور سيجمنت ده غالبا اوبستراكتد لقيتيه لونجيتيودنال في السيرفكس ده غالبا رونج ابلكيشن اوف ذا فورسبس دكتور النساء استعمل فورس بطريقه غلط خلاص؟ نمره 3 ساعات برضو الدكتور هو بيعمل لها مثلا ايه ابورشن او بيعمل اي عمليه ولا حاجه انتوا عارفين اليوترس لما تكون حامل بيبقى فيري سوفت وفاسكولار ولاكس وبيتخرم بسهوله بيعلموا دكاتره النساء يقول لهم كده لما تيجي تدخل ساوند او حاجه في واحده حامل او واحده يعني بصفه عامه تدخله كده بصبع ايدك الصغير اي مقاومه تحس بيها تقف ما تكملش لان لو ضغطت شويه ممكن تعمل بيرفوريشن اليوترس بسهوله خلاص بعرفه ازاي ان هو نتيجه ساوند او نتيجه حاجه بلاقي فيه تير او بيرفوريشن في الفاندس فوق كده خلاص ليه؟ ايه؟ ساوند حاجات عشان يشوف الكافيتي من جوه فاضي ولا في حاجه زي بيسموه مجس حاجه زي كده يعني ما تخش لسه اه بس مش في الحوالي الحوالي طبعا ممنوع تدخل اي حاجه هو بيكشف عليها باي طريقه ودخل ساوند وتعافى عليها شويه كده ممكن يعمل بيرفوريشن بسهوله سواء في وقت معين من الدوره كمان بيبقى الحته دي فاسكولار ريلاكس جدا ماشي يا جماعه كل دي اسباب يا اما مثلا لو كان نتيجه الرابتشر ده بسبب تروما تو ذا ابدومن خدت ضربه جامده في الابدومن شكله ايه الرابتشر ساعتها بتلاقي الريجولر موجود في الانتيريور وول اوف ذا يوترس خلاص يبقى دي كلها اسباب للرابتشر وكل واحده ليها شكل معين ممكن اعرفها من الشكل بتاعها خلاص السؤال ده شكله كده مهم مع ان عمره ما جه يعني انا مهتم بيها وقايل لك دي شكلها كذا وكذا ما تسالش ولا مره بس كل مره بشرحها باهتمام برضه لان حاسس انها موضع سؤال ممكن يجي يعني نيجي بقى لأهم موضوع في الشابتر ده كله هو ده ثلاث نجوم على الأقل dangers of abortion إيه بقى المشاكل الناتجة عن الأبورشن خلاص أنا عشان أفتكرها لكل سنة بكتبها بطريقة عشان بيغيروها كل سنة فعشان أفتكرها danger of abortion واحدة داخلة تعمل إجهاض إيه المشاكل اللي ممكن تحصل لها هي تستحق اللي هي بتعمله يعني هي بتعمل إجهاض فتستحق اللي يحصل لها فأنا كاتب لك كده أفتكرها بكلمة إيه she paid يعني هي دفعت ثمن اللي بتعمله ده ايه بقى شي بيت دي شي احنا عارفينها طول عمرنا اسمها الشوك هيموريدج امبوليزم خلاص يحصل لها شوك نيوجين شوك وهيموريدج امبوليزم بيد اللي ايه بقى بي بويزنينج تسمم ازاي ان شاء الله الادويه الحاجات كده عامه تاخدها دي كروتون اويل وكاستر اويل او الفاجينال بلاج اللي احنا قلنا عليها اللي بتحط فيها ايريتال بويزن يحصل لها اكيوت ميتاليك بويزن خلاص ايه
بي ال بي اي انستيزيا مضاعفات الانستيزيا التخدير الاي انفكشن سيبسس باي طريقه دي دي اي سي ناخدهم واحده واحده كده. اول حاجه الشوك نيوروجينيك شوك صدمه عصبيه. ايه اللي يعمل صدمه عصبيه في واحده بتعمل ابورشن؟ حاجتين يا سمباثيك يا باراسمباثيك. واحنا متعودين السمباثيك دايما سببها ايه؟ سيفير بين الم رهيب. ايه بقى اكتر حاجه ممكن تعمل الم رهيب في واحده بتعمل ابورشن؟ ان الدكتور يكون عاملها طبعا غير انستيزيا وعاملها بيرفوريشن. هو دي اكتر حاجه مؤلمه بيرفوريشن ديتوس. اه هو شغال كده وعمل بيرفوريشن ديتوس ده يعمل على طول سيفير سمباثيك شوك ورجين شوك خلاص. طب باراسمباثيك تحصل ازاي؟ طبعا باراسمباثيك قلت لكم دي معناها فيجاس يعني معناها تريجر اريا. واحنا قلنا الميد لاين ده كله تريجر ارياز اللي هم مين؟ لارينكس البريكورديوم الابيجاستريك ريجن تيستس في الميل والسيرفكس في الفيميل. لو عملنا رابيد دايليتيشن ده سيف لو وسع بسرعه يعمل لي ريفلكس فيجر انيبيشن خلاص. ده مشكله بس ده حتى في الكتاب كاتب لك ايه؟ مجرد الرف انسترومنتيشن مش لازم يعمل رابيد دايليتيشن. ده مشكله بس ده والله بعض الحالات شفناها بس انت داخل متوتره ومرعوبه وخايفه داخل طبعا هتعمل مصيبه فداخل خايف. مير تاتشنج مجرد ما الالات البارده بتاعت دكتور اليسا دي تلمس السيرفكس كده يحصل لها ريفلكس فيجر انيبيشن. عشان كده الدكاتره اللي بيشتغلوا في الابورشن عارف ان لو جاي له عينه من بره كده ووشها اصفر وخايفه يقول لها روحي تعالي لي بكره ما يمدش ايده عليها في الحاله دي اللي ممكن يحصل لها ريفلكس فيجر انيبيشن بمنتهى السهوله. اه طبعا مش كل الناس حنينين زي كده. والله انت لازم تشتغل الشغلانه دي ماشي بيقول لا اصل هتعملوا مصيبه روحي يعني ممكن تستغنى عن الشغلانه خالص. طيب بس ماشي شي بين اول اس اسمها شوك. بعد كده هيموريدج نزيف. ايه اللي يخلي واحده تنزف وهي بتعمل ابورشن؟ زي واحده بتنزف وهي بتعمل تونسيليكتومي اي عمليه في الدنيا يا برايمري طبعا هيموريدج وقت العمليه يا اما سكندري بعد فتره. البرايمري دايما في اي عمليه في الدنيا سببها انجري عملت اصابه مباشره حاجه عملت رابشر يوترس عملت بيرفوريشن عملت انجري للسيرفكس اي حاجه خلاص. يا اما نمره 2 حصلها دي اي سي وهنعرف دلوقتي ليه بيحصل دي اي سي في الناس اللي بيعملوا ابورشن. دي اي سي لا مالهاش علاقه هقول لك خلاص. نمره 2 ممكن يحصل سكندري هيموريدج اللي هو عند الحوامل عندهم كوجابيليتي عاليه جدا الاساسيه اه ثم بقى مع الابورشن ومع الاميوتيك فلويد انفيزن وراح تعمل دي اي سي. والحاجه الاهم ان البلاسينتا دي فيري ريتش ان ثرومبوبلاستين ماده بتزود الفيسكوسي بلاد فلما تتسرب على الدم كده بتزود الفيسكوسي بلاد سند. ماشي يا جماعه ده البرايم. نمره 2 سكندري هيمولج اللي هو بيحصل بعد فتره بقى سببه ايه؟ في كل العمليات الجراحيه في الدنيا دايما السكندري هيمولج سببه انفكشن خلاص. حصل انفكشن ادي بلاد فيسل اهو بعد العمليه طبعا حصل بلاد كلوتس واتقفل. لو حصل انفكشن الحته دي بتتاكل كده بكتيريا الاكشن فيحصل ايه؟ نزيف بعد العمليه بيوم ولا حاجه اسمه سكند هيموريدج. في سبب تاني مشهور قوي للسكند هيموريدج اللي هو ريتيند كونتنتس. انتوا عارفين روعه بس مش دي اي سي مش عارف دي اي سي. ريتيند كونتنت عارفين يا جماعه في الولاده الطبيعيه مش مجرد ما البيبي نزل يبقى معناها هي ولدت في مصيبه لسه جوه اه البلاسينتا والممبرنز لازم دكتور النساء يروح مطلع الكلاسات ويحطها قدامه كده ويشوفها كامله. لو في حته لسه موجوده جوه الست دي تفضل تنزل خلاص. فدي معناها ايه؟ ريتيند كونتنسي من الحاجات اللي بتعمل سكند هيموج مش دي اي سي يعني بس سكند هيموج خلاص. ثلاثة انفكشن سبسس تحصل ازاي انفكشن؟ طبعا ده واحده شغاله في بتعمل عمليه في مستشفى تحت السلم في الديره كده فطبعا فرصه الانفكشن عاليه جدا absence of sterilization of the instruments. نمبر 4 امبوليزم. ايه اللي ممكن يجيب امبوليزم؟ واحده زي دي نوعين الامبوليزم يا اير يا فات الاثنين موجودين. الاير لسه قايلينها هيجنسون سيرنج اللي احنا قلنا عليه خلاص الريزرفوار ده الفلويد يخلص يخش وراها. نمره 2 الفات اللي هو مين؟ امنيوتك فلويد امبوليزم. الامنيوتك فلويد ده ريتش ان فات وفيرنكس ممكن يدخل في السيركوليشن. ليه ان شاء الله؟ والله تحصل يا اما في حتى في الولاده العاديه بعض الحالات اثناء اليوتراين كونتراكشن شديده بعض الامنيوتيك فلويد يتسرب للسيركوليشن او بتاعت الام ما تنسى سيركوليشن حاجه فيت تلاقي الست وهي بتولد ولاده طبيعيه ماتت بسبب الموضوع ده خلاص. لانه مليان فات طبعا يعمل فات امبوليزم. وحتى لو ما فيهوش فات حتى لو ما فيهوش فات مجرد ما بيدخل سيركوليشن سيفير هايبر سنسيتيفيتي فيت كل الطرق يعني خلاص. اسمها اير امبوليزم او امنيوتيك فلويد امبوليزم. في طبعا امبوليزم ثالثه مش مكتوبه هنا اللي هي الثرومبو امبوليزم
طبعا ستات الحوامل وبعد العمليات والحاجات دي ممكن تلقط في السرير فتره طويله يحصلها فرومبوليزو. اخيرا الحاجه اللي بحرف الدي اللي هي بتاعت شي بيد اسمها ديسيمينيتد او دي اي سي. سبب الدي اي سي كاتب لي في مش عارف كاتبها في كتابه ولا لا، دي اي سي سببها يا اما اميوتيك فلويد دخل في السيركيليشن يا اما ثرومبوبلاستين، لان البلاسينتا ريتشين ثرومبوبلاستين بيزود فيسكوستي اوبلا. خلاص ادي ايه الاس الشوك والكوزز والديث افتر ابورشن. سؤال مهم جدا وتحضر كويس قوي. اخر حاجه بقى في موضوع الابورشن بيكلمني عن دور الطبيب في حالات الابورشن. الكلام اللي لسه قايله، لو هتعمل ثيرابيوتيك ابورشن لوحده تعمل 3 كون، هم مين؟ كونسلت سبيشالست، كونسنت منها ومن جوزها، كونفيرت تو ا هوستل. في كيس مشهور قوي بتيجي كتير قوي، يجي يقول لك كده اول كلمه يقول لك ان كلينيك عيان راح للدكتور، يقول لك بس في العيان كده في العياده عيان راح للدكتور وكذا وكذا، يحكي لك قصه طويله عريضه جدا. في الاخر يقول لك ايه الغلطه اللي الدكتور عملها عشان تقول له ان هو عمل ابورشن ان كلينيك، ايه الغلطه اللي عملها. خلاص، وبالتالي مسائل قانونا الابورشن لازم يتعمل في المستشفى، مفيش حاجه اسمها كلينيك. خلاص، لكن بيقول لك بقى هاويفر ما حد ممنوع تماما. هاويفر ممكن نستغنى عن شرط موضوع الكونسلت سبيشالست ده، لو لو الحاله ايمرجنسي يعني ايرجنت قوي والحاله خطيره وفي ابورشن يعني الموضوع خطير بالنسبه لها، مش هستنى بقى لحد ما اخد راي حد تاني، ممكن ايه الدكتور يعملها على مسؤوليته الشخصيه لو شايف انها تستحق يعني. ها اثبت ازاي ان انا خدت راي واحد تاني؟ لا دكتور تاني بيديرك عليها طبعا. نمرة 2، الحاجه الثانيه نصيحه لاي دكتور نساء عشان برضه بيضحك عليهم كتير، تكون واحده حامل الليجال بريجننسي وعايزه تعمل ابورشن، فتروح للدكتور تقول له يا دكتور انا، تقول له اي شكوى بقى، انا مش عارف عندي وجع حاسه بحاجه اي حاجه، فالدكتور يغلط يروح مدخل ساوند، يدخل اي اله من الالات بتاعته. خلاص تروح ماسكه فيه بقى، انت اللي عملت لي ابورشن وانت عملت لي كده، هي ممكن تكون عامله ابورشن من الاول. خلاص وتجي له فعلا فالنصيحه بيقول لك كده، اي واحده ست هتعمل لها تدخل لها ساوند او حتى لو هتركب لها لوب، هي بتجي لك تقول لك انا عايز اركب لوب. خلاص وهي بريجننت. خلاص فقبل ما تركب لوب لازم تعمل بريجننسي تيست في الاول، اختبار حمل، تتاكد ان هي مش حامل. يعني ممكن تبقى قصدها بسوء نيه تقصد ان انت تعمل لها ابورشن بطريقه. برضه النصيحه الثالثه، الحاجه الثالثه، ان في حالات الليجال ابورشن لو ثبت ان الدكتور عمل الليجال ابورشن دي تعتبر طبعا جريمه مهنيه. يسموه كده بروفيشنال اوفنس، جريمه. خلاص ده ممكن بقى يتشطب طبعا من سجلات الاطباء تماما ويبدا يسال قانونيا، مش مجرد مال براكتس ولا حاجه، لا ده ممكن يتحبس. خلاص يعتبروها ايه اوفنس يعني جريمه يعني. ده بالنسبه للابورشن. حتى لو هي اكسيدنت يعني، حتى لو حاجه زي الساوند دي كده يرسم لو ايه؟ لو حاجه زي واحده مثلا ضحكت عليه وهو لا هو دايما بيضحكوا عليهم موضوع اللوب. لا دكتور انا متجوزه انا عايز اعمل وسيله بنا حمراء، ركب لي لوب وهي حامل. طب دي تعتبر بتشتغل اسمه من الفرع؟ هو لازم يعمل لها ده، وخلاص ساعتها مال براكتس يعني هو جهل يعني. طبعا فيها ممكن يعني ما بتشطبش نهائيا، بس بيوقفوا تسجيله في السجل لمده 3 سنين يعني. طلع بوش بعد كده بدا يتكلمني عن شابتر تاني سريع كده بسيط يعني، اللي هي الوفيات المشتبهه في الانفنتس بقى. خلاص اسمها suspicious death in a infants، وفيات الايه المشتبه. بصفه عامه بس سهل مش خلاص كله صح كام دلوقتي؟ مش هياخد نص ساعه ان شاء الله. بصفه عامه يا جماعه، ايه هي اسباب الوفاه في الطفل في الاطفال الرضع ولد عمره اقل من سنتين؟ ايه اللي ممكن يموته؟ في كذا حاجه. نمره واحد، ممكن تكون حاجات ناتشرال واكسيدنتال، ودي ما فيهاش جريمه ولا حاجه، حاجه طبيعيه يعني مش كل طفل رضيع ميت معناه ان هو اتقتل، ان امه قتلته انفانتسايد وكده. لا ممكن يكون حاجه ناتشرال واكسيدنتال زي ما نشوف دلوقتي. نمره اثنين، بيموت نتيجه الاهمال اسمها اكت اوف اوميشن او نيجليجنس، امه اهملت ان هي تاكله او تدفيه وتلبسه لبس تقيل وحاجات زي كده. نمره ثلاثه، ودي اللي تهمني بقى، act of commission infanticide، قتل بقى قتلته فعلا. خلاص دايما القاتل بيكون الام والمقتول illegal child، الطفل غير شرعي. السبب الرابع حاجه بقى غير معروفه ومش عارفين سببها لحد دلوقتي، اسمها sudden infant death syndrome،
متلازمة الوفاة الفجائية في الرضع. خلاص؟ ولا حد يعرف سبب. طفل ينام عادي جدا يصحى الصبح يقوم ميت بدون أي سبب. خلاص؟ ناخدهم واحدة واحدة كده. يبدأ أولا بالناتشرال والأكسيدنتال كوزز. ناتشرال والأكسيدنتال كوزز كده هيعيد الراوند الجاي تاني يعني. انت معاك ريموت التكييف؟ ما نشغله شويه كده. الصوره دي صغيره كده. لا اقراها النهارده بتقلي بس هي سريعه كده عشان بس تسرفيك. المهم بقول لك رقبت على سيد ده اللي هو سالي كان عايز يعمل بيدرس حقوق بس طلب انتساب يعني. فرحت رقبت عليه كان شكله غريب جدا ماسكولار ولو دققت فيه يعني الفيتشرز بتاعته سلام عليا والله مش عارف اللي كسب ولا كسب ده فيرو فيجن بتاعت منظره مقرف ولبسه بنت شعر اصفر ولا حد مكياج شعر اصفر في بنت مصر اصلا شعر اصفر لما الراجل شعر اصفر ده اشتغل او اشتغلت بقى بقول لك دانسر مع فرقه شعبيه لما كنا امتياز كان جايه ومعاها الطبال بتاع الفرقه بتاعتها عشان هي كانت دكتوره في يوم من الايام يعني فجايه معاها الطبال والله العظيم كان عنده المكسور كده بتاع جايبه لنا مستشفى توصى عليه يعني حاجه صعبه قوي طيب. طبعا لا هو الدكتور اللي عمل العمليه دي هو ده اللي ممكن الدكتور اسمه عزت عشابوره بالراحه. المهم يلا يا جماعه الناتشرال ناخدهم بقى واحده واحده كده. نبدا اولا بالاسباب الطبيعيه ناتشرال والاكسيدنتال كوزز اللي هي ما فيهاش جريمه ولا حاجه. زي ايه مثلا؟ ايه اللي ممكن يموت الاطفال؟ احفظ لك اي ثلاث امثله من دول. طبعا الكلام ده مش هنسال فيه قوي. نمره واحد مثلا كونجنتال انوماليز مات نتيجة انفكشن مات نتيجة اكسيدنتال استرانجوليشن باي ذا كورد حاجة اكسيدنتال ما حدش موته ولا حاجة. مات نتيجة مثلا الولادة كانت صعبة شوية بريسبتيت ليبر في كذا طريقة كده كلها حاجات ايه اكسيدنتال ما حدش قتل ولا حاجة. نمرة اثنين اكت اوف اوميشن نيجليجنس او الاهمال. تاني سبب لوفاة الاطفال الرضع اللي هو الاهمال. اهمال ايه بقى؟ يا اما فيدنج او الورف الدفى والحاجات دي يا اما اهمال اللي هم يربطوا بعد ما قطعوا الامبريكال كور خلاص ما ربطوش كويس ما اتربطش ما اتحطش المشبك ده هيموت من ايه لو ما اتحطش المشبك ده؟ طبعا انفكشن بالظبط كده يعني في ناس يقول لك هيموريتش لا ما بيحصلش هيموريتش بيحصل ريفلكس سبازم وتقفل البلاد فيسلز لكن هو ايه بيموت طبعا من الانفكشن خلاص؟ نمره ثلاثه نبدا في كلام مهم بقى اسمه اكت اوف كوميشن اللي هو فايلنس في عنف اللي هي جريمه الانفانتسايد بجد بقى. ماشي يا جماعه؟ انفانتسايد تعريفها مهم، يعني ايه كلمه انفانتسايد؟ عشان نقول الجريمه دي انفانتسايد وليست قتل عادي، واقول لكم ايه الفرق بينه دلوقتي؟ عشان يبقى اسمها انفانتسايد لازم تكون عباره عن كيلينج اوف، اول كلمه مهمه بقى، الايف بورن انفانت. نمره اثنين، فايبل انفانت، لايف بورن، فايبل انفانت، ده كلام مهم. كلمه لايف بورن نازل عايش. نمره اثنين، فايبل معناها ان هو بعد الشهر السابع. ونعرف ليه دلوقتي خلاص. وبعدين كلمه انفنت انفنت معناها ايه؟ عمره اقل من سنتين رضيع. غالبا اغلب الحالات على فكره بيموتوهم في اول كام دقيقه او كام ساعه بعد الولاده على طول. حتى يعني المفروض ما يبقاش اسمها انفنت سايد المفروض يسموها نيونيت سايد يعني بيقتلوا النيولي بورن لسه مولود حالا. ماشي يا جماعه؟ غالبا القاتل زي ما اتفقنا هي الام والمقتول هو الطفل بتاعها. هقول لك سؤال غريب شويه، تفتكروا مين اللي عقوبته اكتر في القانون؟ جريمه القتل العاديه واحد مستني واحد مستخبي له كده وراح قتله؟ ولا الام اللي بعد الولاده راحت ماسكه الواد رميه من الشباك؟ او ذبحته او ذبحته؟ اي سبب؟ مين اللي عقوبته اكتر؟ البيبي ولا القتل العادي؟ طبعا القتل العادي عقوبته اكتر بكتير. ليه بقى ان شاء الله؟
هو يعني تطور تاريخي يعني من زمان قوي. كان من حق الاب في الايام بقى المجتمعات الرومانيه القديمه والعرب في الجاهليه من حق الاب يروح ماسك ابنه كده دفنه قتله ولا حد يقدر ولا حاجه. وقت البنات كان عادي في المجتمعات القديمه كان الحاجات دي عاديه عندهم خلاص. بعد كده بداوا يدققوا شويه بقى بدات القوانين تبقى صعبه جدا وهناك الام اللي هتقتل ابنها هتتعلم بقت عقوبه خاصه جدا. بعد كده مع تطور بقى الطب النفسي اكتشفوا ان في ستات كتير جدا بعد الولاده بيحصل لهم بوست بارتم ايكولاي يعني ايه الحاله النفسيه عندهم بتتلخبط مش طبيعيه عايز تكسر اي حاجه لا بجد والله فعلا الحاله النفسيه مش طبيعيه. والواد خلي بالك بقى الواد لسه مولود ده مشكله يعيط طول النهار طول الليل وينام بالنهار والدنيا ملخبطه وكل شويه جعان وعايز كل شويه كده وهي برايمي وصوم بقى الولاد ده كمان الليجال بريجنسي وبالتالي بتروح زهقانه بينفع ماسكاه رميها من الشباك يعني. فطبعا مستحيل يخلوا دي عقوبتها فلو لها عذر بقى عادي بيقللوا. بس كان ده برضه عندنا في مصر مفيش ماده في القانون بتفرق بين الانفانتسايد والقتل العادي بيعتبروه قتل عادي عندنا انما بره لا مش طبعا بالعكس ده هم اللي بره اللي بيفهموا بره لو ثبت ان هو انفانتسايد في سايكولوجيا طب طبعا فبتلاقي العقوبه مخففه هي موتير تحت التأسيس حاجه سايكولوجيا انما عندنا في مصر مفيش القانون ده. في مصر عندنا ده زي القتل العادي يعني مفيش فرق في الجريمه بينهم يعني ماشي يا جماعه. طيب خلي بالك بقى هو كاتب لك كلمه ملحوظه كده كلمه لايف بيرث معناها ان هو نازل عايش لان لو ثبت خلي بالك لو ثبت زي ما هنشوف دلوقتي ان الطفل اللي قدامك ده الجثه اللي قدامك ده كان نازل ميت خلاص مفيش جريمه اسمها انفانتسايد نقفل الكيس خلاص مفيش اي جريمه. نمره 2 لازم يكون فايبل لان لو ثبت ان هو مش فايبل يعني عمره اقل من 7 شهور حتى لو هو ميت قدامك كده مفيش قضيه ولا حاجه لان هو النوت فايبل ده معناه كان هيموت كده كده خلاص. القانون بيعتبر فايبلتي من اول 7 شهور قبل 7 شهور مفيش قضيه اساسا يكتب لك كده نو تشارج اوف ميردر ما تقدرش تعمل ام ان هي موتته ولا حاجه خلاص. يبقى لازم يكون فايبل ولايف ايه بيرث زي ما بنقول. انت بقى دكتور طبيب شرعي وجات لك حاله ولد ميت عصروا على طفل مقتول في الشارع مثلا ولا حاجه ايه التقريب بقى المفروض تعمله شغلتك ايه بالظبط؟ نمره 1 تعمل ايدنتيفيكيشن اوف ذا انفنت تعرف الولد ده مين وامه مين وكده. نمره 2 احاول اثبت ان الولد ده كان نازل عايش ودي اهم مهمه ليك بقى خلاص؟ لان لو كان نازل عايش يبقى معناه ان هو اتقتل يبقى ده جريمه انما نازل ميت من الاول خلاص مفيش قضيه اساسا. نمره 3 تثبت البيريود اوف سرفايفل عاش قد ايه بعد ما اتولد وهنعرف ازاي دلوقتي. نمره 4 مات ازاي؟ ميثود ايه؟ اوف فايلنس اللي هي اتعملت عليه. اخيرا تحسب لي ده ميت بقى له قد ايه؟ يوم ولا يومين ولا ثلاثه. ناخدهم واحده واحده كده. اول حاجه ايدنتيفيكيشن اوف ذا انفنت. لقينا طفل رضيع مرمي في الشارع كده وانت جوهولك المركز الطب الشرعي عشان تكشف عليه. نمرة واحد لازم تعرف كويس جدا الديت اند بليس اوف ديسكفري. لقوا الجثه دي فين؟ عشان تبدا تسال في المستشفيات اللي حواليها. في حد ولد عندكم اليومين دول؟ مين هو وشكلها ايه واسمها ايه وحاجات دي عشان بنحاول بس نعرف الام الطفل ده مين هي. نمره 2 ابدا اوصف اي حاجه ليها علاقه بالبيت طريقه الملابس بتاع لبسه. ساعات كتير جدا بتلاقيه مثلا ملفوف والله ملفوف بورق جرايد ولازم تكتب كده الجرايد جرنان يوم ايه عشان تعرف ان هي ميت في تقريبا اليوم بتاعها. يعني ما يكونش مثلا جرنان الخميس وتقول ان هو مات يوم الجمعه لا اكيد مات قبل يوم الخميس خلاص. يعني ممكن اعرف ايه التايم اوف ديث الحاجات زي كده. يبقى اي حاجه ليها علاقه بالجثه من بره كده الكفرنج بتاعه اذا كان في ليجتشر مخنوق ولا حاجه اي سبب من الحاجات دي ممكن تعلق عليه. بعد كده ابدا افحص البودي نفسه اشوف بقى لون شعره ولون عشان اتوقع يعني شكل يعني الحاجات الوراثيه والحاجات دي اقدر اوصل للام بعد كده. اخيرا احاول اعرف الايدج اوف ذا انفنت اعرف ده في الشهر كام لان لو طلع مثلا الولد طوله 36 سنتي يعني الشهر السادس خلاص مفيش جريمه ولا حاجه ده قبل الايدج اوف فايبيلتي خلاص 36 سنتي لا 30 سنتي سوري طلع 30 سنتي معلش لما تقعد تتكلم كتير تصدق لازم تشوف منك حاجات خلاص. يبقى دي كلها مش مهمه قوي النقطه دي. الاهم بكتير بقى هي دي اللي بتتسال دايما في هذا الشابتر ساينز اوف لايف بيرث. انت كدكتور ازاي تثبت بقى الواد ده كان نازل عايش ولا نازل ميت خلاص. علامات اللايف بيرث ازاي تشوف جثه بيبي قدامك تقول الواد ده كان نازل عايش وتحلف ان هو كان نازل عايش. في ادله نون ميديكال يعني القانون المصري بيقول كده لو شهد شاهدان لازم اثنين شهود شهدوا على ان هم شافوا الطفل ده اتحرك او سمعوه بيعيط او حاجه زي كده
فده دليل ان هو كان نازل عايش. ولازم يكون شاهدين مش شاهد واحد، عشان لو واحد منهم مثلا ضارب حاجه ولا بتاع يبقى الثاني يعني. مع ان دلوقتي المفروض يخلوهم 30 شاهد يضربوا مع بعض، اتوقع تلاقي 29 ضاربين. اه فالمهم النون ميديكال. اللي بقى الميديكال ايه؟ ايه الادله الطبيه اللي لو شفتها على الجثه اللي قدامك تخليك تحلف ان الواد ده كان نازل عايش؟ نمره واحد، في علامات خارجيه external signs، ودي الاهم في الامتحان لو منها سهله دي بتسيب كتير قوي، اسمها external signs of live birth. تفتكروا ايه العلامات اللي لو شفتها على الجثه من بره كده وانت حاطط ايدك في جيبك تخليك تحلف ان الواد ده كان نازل عايش؟ هم خمس علامات بالعدد كده. اولا changes around the base of the umbilical cord، ده عباره عن ايه؟ بص يا جماعه، ادي الابدومن اهي، وادي الامبريكال كورد بيكون طالع كده. طبعا دكتور النسا بعد الولاده بيروح قاطع الامبريكال كورد ده، بيروح حاطط صباعين بالمنظر ده كده 3 سم تقريبا، ويروح قاطع بعدها، ويروح رابطها ليجتشر او مشبك سره والحاجات زي كده. ليه بيسيب صباعين في تبره؟ مفيش كده كده الليجمنت اللي ورا السره يشبك. لا لا لا، عشان لو عنده امبريكال هيرنيا بتبقى موجوده كتير في العيال الصغيره. اه لو حاجه طالعه ما بيطلعش على طول. فالمهم صباعين كده بيروح قاطع، فالطفل بيبقى في الاول عنده حاجه اسمها امبريكال ستامب اللي هو بيقع بعد كده وبيغيروا عليه الكحول وحاجات كده. خلاص بيقول لك كده تشينج اراوند ذا بيز اوف امبريكال كورد بيحصل واحد اثنين واحد اثنين. يعني ايه؟ بعد 1 داي رينج اوف هايبريميا تطلع لي هنا حلقه كده لونها احمر، وبعد 2 دايز ulceration starts in this ring، يبدا يحصل فيها ulcer تساعد انها تقع. وبعد 1 ويك، بعد اسبوع falling of the stump بيقع خالص، ويسيب تحتيه رو اريا كده تلاقي الام عماله تغير عليه الكحول كل شويه عشان الانفكشن والحاجات دي. وبعد 2 ويكس كومبليت هيلينج وفورميشن اوف ذا نورمال امبيليكس، الامبيليكس العاديه اللي احنا عارفين شكلها دي بتتكون بعد اسبوعين. يبقى انت شفت طفل ميت وقلت الام وانت اللي قتلتيه، تقول لك لا ده نازل ميت لوحده، ولقيت عنده امبيليكس عاديه زي بتاعتها كده، لا دي كدابه 100%، ده الواد ده نزل عايش وعاش لمده اسبوعين كمان. خلاص؟ اه فدي علامه مهمه قوي، تشينجز اراوند ذا بيز اوف ذا امبيليكال كورد، اسمها 1-2-1-2، مهمه جدا الحته دي. طب ايه العلامات الثانيه ممكن تلاقيها موجوده برضه؟ نمره 2 ديسكوميشن اوف سكين. احنا قلنا الاطفال وهم في بطن امهاتهم يكون جسمهم متغطي بطبقه اسمها فيركس كاسيوزا الفات ده. خلاص؟ بعد الولاده طبعا بيفضلوا بقى يحموا الواد ويشيلوا الكلام ده، ما بيتشالش بنسبه 100%. هتلاقي لازم حاجه موجوده في الابزيلا، في حته اللوين، حاجات زي كده جروين بتاعته في اماكن معينه يعني. خلاص؟ المفروض في الوضع الطبيعي ان الحته دي بتبدا تتقشر بعد يومين من الولاده، ستارت ديسكوميشن افتر 2 دايز وكومبليت ديسكوميشن افتر 2 ويكس، تتقشر تلاقيها نشفت خالص وتقشرت تمام كده بعد اسبوعين. خلاص؟ يبقى الام بتقول لك ده نزل ميت، فحصت الولد لقيتي الفيريز دي كلها اتقشرت ومش موجوده تماما، يبقى ده بقى له ايه اكتر من اسبوعين عايش كده. خلاص؟ ما انا بقول لك لو عملت يعني بتبقى صعبه قوي عشان تشيلها بصعوبه، يعني بتبقى صعبه قوي، لازم تلاقي فيه بقايا تمرش فيه. خلاص؟ هو بيتساب، هو بينشف لوحده بيقع لوحده يعني. بعد كده من الحاجات المهمه برده انتي مورتم انجري، لقيت الولد الميت ده وشه مثلا فيه بروزس، ده معناه ايه ده؟ بيسموه بيرث، لا بيسموه مثلا بيرث انجري، وهو بيتولد دكتور النسا بيشد عليه بفورسبس او حاجه عمل له كدبات كده، والام بتقول لك ده نازل ميت، لا ما دام في بروز يبقى ده كان نازل عايش. خلاص؟ او الجرح اللي تلاقيه هو الكوز اوف ديث، في عندنا جار عنيف كده عندنا في المتحف، اه طفل صغير نيولي بورن وكات ثروت، امه ذبحته وكات ثروت فيه جابنج قد كده. خلاص؟ لو الام قالت لك ده نازل ميت، لا طبعا كداب، جابنج ده معناه انت معناه انتي مورتم وونت. خلاص؟ يبقى بريزنت في انتي مورتم وونت ده معناه ان هو ايه؟ كان نازل عايش، دي من علامات لايف بيرث وجود انتي مورتم وونت. برضه من ضمن علامات اللايف بيرث يا جماعه يلوش ستولز. اشمعنى يلوش يعني؟ ليه ما تقولش ستولز وخلاص؟ لان لان الطفل هو في بطن امه بيكون ستولز برضه، بس الثانيه بتبقى دارك جرين ان كلر اسمها ميكونيوم، ودي طبيعيه ممكن يبقى نازل ميت ومعاه الميكونيوم بتاعه فعلا. انما لو لقيتها يلوش ستولز في اللفف بتاعته او في البامبرز او الحاجات دي، يلوش ده معناه ان هو اكل لبن وحاجات زي كده واتهضم بتاعه وتحول ايه عمل لي يلوش ستولز، يبقى وجود ما تقوليش بقى كان ستولز بس، يلوش ستولز عشان افرقها من الميكونيوم اللي هو دارك جرين ان كلر اللي بينزل عادي مع الاطفال حتى لو نازل ميت. خلاص؟ من ضمن العلامات برضو ابسنس اوف ماسيليشن، عدم وجود ماسيليشن. طبعا لو البيبي فيه ماسيليشن يبقى ده نازل ميت فعلا.
انما غياب الماسليشن ما اقدرش احكم نازل عايش طبعا، لكن ممكن تتوقع احتمال يكون نازل عايش. خلاص يبقى هم خلي بالكوا يا جماعه اكسترنال ساينز خمس علامات ما يتنسوش، امبيليكس اهم واحده، وبعدين 2 اس و2 اي، 2 اس سكين وستولز، سكين سكوميشن وستول اللي هي يلو ستول، و2 اي اللي هم ايه انتي مورتم وونت وابسنس اوف ماسليشن. خلاص خمس تغيرات كده غالبا الدكتوره دينا رئيس الاسم غالبا ممكن والله اخر سنه تقول لك ايه شابتر الانفانتسايد ده كله مشطوب ما عدا الاكسترنال سايز اوف لايف جول، وحتى اذا سال سؤال غالبا بتسال في حته الاكسترنال سايز. خلاص لان العلامات الداخليه كلها حاجات قديمه قوي يعني ما حدش بيستعملها قوي دلوقتي. طب ندخل بقى على الانترنال سايز بعد ما تشرح البيبي كده ايه العلامات اللي لو شفتها جوه تخليك تقول الولد ده نزل عايش. بدور على ثلاث انواع من العلامات بالظبط، ساينز اوف ريسبيريشن علامات ان هو اتنفس، ساينز اوف فيدنج حاجه تدل ان هو اكل، لما ثلاثه كاردوفاسكولار ساينز حاجه تدل ان السيركيليشن بتاعته اتغيرت، بدل ما هي فيتال سيركيليشن بقت سيركيليشن زي بتاعتنا كده خلاص حاجات بتقفل هنشوفها بالظبط. خلاص نبدا باول علامه علامات الريسبيريشن، وات ار ذا ساينز اوف ريسبيريشن تدل ان هو اتنفس. في علامات في اللنج وفي علامات في الجي اي تي، تخيلوا الجي اي تي في علامه تدل على التنفس هنشوفها دلوقتي. بالنسبه لللنج ايه الحاجه اللي في اللنج تخليك تقول هو اتنفس؟ نمره واحد اربعه كده ماكروسكوبيك، الاول ببص بعينيا من بره، نمره اثنين مايكروسكوبيك، ونوعين من الاختبارات حاجه اسمها ستاتيك تيست وهيدروستاتيك تيست، واحده واحده كده. اولا ماكروسكوبيك لما تبص على اللنج من بره كده ايه الفرق بين الريسبايرد والنون ريسبايرد؟ اكيد الريسبايرد تلاقي حجمها كبير تلاقيها زي البالونه كده بقت راوند البوردر، التانيه بتبقى شارب بوردر، بتلاقي لو مسكتها كده كريبيتيت اندر ذا فينجرز فيها ايه، التانيه طبعا سوليد اكيد ماسك حته لحم، التاني اللي هو نازل ميت. اللون اكيد اللي اتنفس ده في دم طلع وفي هواء دخل، هتلاقي موزايك ابييرنس لونه كده ايه في الوان مختلفه، انما ده اللي هو النون ريسبايرد اللي نزل ميت من الاول ده يونيفورم كلر، هو لون واحد طبعا لان مفيش هواء مفيش اي تنفس ولا حاجه. نمره اثنين عايز اتاكد اعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن، اخد حته من اللنج وابص عليها تحت الميكروسكوب، الالفيلاي لو مكان لو كانت كولابس ما تنفسش خالص بتلاقي ايه كولابس كده وجواها كولامنر ابيثيليوم، لو اتنفس الهواء اللي بيدخل ده بيعمل ديستنشن اوف الفيلاي بتلاقيها بقت ايه فلات ابيثيليوم كده بالظبط. خلاص مايكروسكوب نمره ثلاثه ستاتيك، تفتكروا مين الاتقل، اللنج اللي اتنفست ولا اللي ما تنفسش خالص؟ الريسبايرد ولا النون ريسبايرد؟ الريسبايرد فيها بلد طبعا، ما السؤال ده كل الناس بتغلط فيه ما اعرفش ليه، طبعا الريسبايرد اللي تنفس هو الاتقل، وهيقول لك اما ده فيها هواء تبقى خفيف، لا طبعا هو اللنج زي ما هي واضيف عليها هواء واضيف عليها دم كمان خلاص بقت ايه اتقل، تقريبا الريسبايرد ضعف وزن النون ريسبايرد. خلاص يبقى الريسبايرد لنج وزنها 80 جرام والثانيه 40 جرام بس، الريسبايرد هي الاتقل. العكس بقى لو عملنا اختبار الطفو الهيدروستاتيك تيست، مين اللي لو حطيتها في الميه مين اللي هيطفو ومين اللي هيطفو؟ ساعتها بقى اللي فيها هواء طبعا الاسبايرد هي اللي بتطفو، يبقى مفيش ايه يعني تعارض بين الاثنين، هي وزنها اتقل فعلا لكن لو حطيتها في الميه هيحصل لها فلوتيشن خلاص عشان الهواء الموجود جواها. خلاص الهيدروستاتيك تيست او الفلوتيشن تيست اختبار الطفو ده بيعملوا ايه؟ فكرته بتعتمد على ان لو في هواء دخل يبقى السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اللنج بتقل، يبقى لو حطيتها في الميه هيحصل لها فلوتيشن. خلاص الاختبار بيتعمل كالاتي، انا بشرح البيبي وراح واخد كل الشيست كونتنس اللنج كده والهارت في النص كده وحاططها في الميه، بعد كده اشيلها واخد كل اللنج لوحدها واحطهم في الميه، بعد كده باخد اللنج اقطعها حتت كتير قوي واحطهم في الميه تاني، بعد كده اخد بعض الاجزاء اعمل لها سكويزنج كده واحطها في الميه تاني. ايه الهبل ده كله بقى؟ ليه ده كله ان شاء الله؟ لان خلي بالك بصوا يا جماعه لو واحد لو طفل نزل وعيط وتنفس تنفس كامل الهواء بيدخل في كل الالفيلاي، يبقى لو قطعته 100 حته كل البارتس اوف ذا لانج دي هيحصلها فلوتيشن. انما في عيال بيتنفسوا بقى مش كومبليت بريدنج، حاجه اسمها بارشال ريسبيريشن اللي هو ايه ده؟ ده ولد نازل ميت وقعدوا ينفخوا له في اكسجين وهواء كده لغرض غرض من اثنين، يا اما حسن نيه يا اما بسوء نيه. حسن نيه عايزين ينقذوا حياته فعمالين يديله اكسجين خلاص؟ طبعا الاكسجين لو دخل في الوضع ده هيدخل في بعض الالفيلاي والالفيلاي الثانيه لا. يعني لو خدت اللنج كامله هتطفو، لكن لو قطعتها حتت صغيره هتلاقي اجزاء هيحصلها فلوتيشن واجزاء هيحصلها سينكينج، تعرف ان التنفس ده بارشل.
خلاص ده كان ميت وممكن تعمل بسوء نية على فكرة الواد نازل يخدعه عشان الميراث طبعا يبقى نازل ميت وهم متأكدين هو ميت لكن برضه يفضل ينفخوا في هوا كده عشان يقولوا ده نازل عايش ويقدر يولد في فترة الولادة دي اللي اتولدها وبعد ما مات الورث بتاعه يتنقل ينتقل بقى لأمه أو لأي حد يعني خلاص فبيسموها بارشا بي طب ليه بقى بيعملوا سكويزنج؟ يعني لسه ليه بيقطعوها؟ خلاص ليه بيعملوا سكويزنج للحاجات اللي بيحصلها في الروتيشن دي؟ لأن ساعات يبقى واحد نازل ميت 100% وحصل له بوتريفاكشن جاسز أوف بوتريفاكشن الجاسز أوف بوتريفاكشن بتتجمع تحت الكلورا خلاص؟ فدي لو حطيتها في المية هيحصلها في روتيشن هتقول إن هو عايش خلاص؟ لكن لو مسكتها عملتها سكويزنج هتطرد الهواء اللي موجود ده تيجي تحطها في الميه مره ثانيه يحصلها ايه سينكينج لا ما هو بعد الولاده وتصفح احنا قلنا طول ما هو جوه بطن امه ما يحصلش كونتراكشن لكن لو طلع بره بيطلع لما بينزل ميه بنحطه في ثلاجه ما يحصلوش كونتراكشن مين اللي حط في الثلاجه مش عارف لو مرمي في الزباله اللي هو بعد 5 6 ايام ماشي يا جماعه يبقى اسمه هيدروستاتيك في ايه تيست الاختبار بيتعمل ازاي بكل الطرق المعقده دي لو كل البارت سينك لو كلها غرقت يبقى نون ريسبايرد من الاول لو كل البارت حصلها في روتيشن يبقى ده فول ريسبيريشن لكن نازل عايش الولد لما بيعيط كده بتلاقي كله ايه الالفيولار كلها بتتفتح وبتكمل الهواء كله لو كلها فلويد بس سم سينك ده بيسموه بارشال فلوتيشن خلاص وعرفنا تفسير كل واحده عيوب هذا الاختبار بقى كتير قوي وبالتالي ما حدش بيسال فيه دلوقتي وحدش بيعمله اساسا من ضمن عيوبه مثلا بص يا جماعه ان ممكن نون ريسبيرد لانج مي فلويد يعني رئة ما تنفستش خالص ورغم كده يحصل لها روتيشن زي ايه قلنا عليها دلوقتي اللي هو ايه بارشال ريسبيريشن زي حالات اللي هو يديله هواء اكسجين فور ريسسيتيشن او عشان الانهيرتنس قضايا الوراثه الميراث والحاجات دي خلاص في الارتفيشال ايه نمره 2 نمره 2 اللي احنا قلنا عليها نون ريسبايرد لو حصل بيتروفاكشن ودي بقى شايفها زي البيتروفاكشن ده طبعا ريحتها باينه وكده بالاضافه للسكويزنج هي مش سكويز كده بيعملوا حاجه اسمها بيداليك بريشر بتاع الترابيزه ويضغط ضغط تبادلي كده عشان يطلع الهواء اللي موجود تحت الكلوره يعني خلاص ودي طبعا بتكشفها برده بهذه الطريقه ممكن بقى والله يحصل العكس ولد يبقى نازل عايش 100% 100% ورغم كده حط اللنج في الميه يحصل لها سينكينج تحصل ازاي دي رغم ان هو نزل عايش يا اما نمر واحد جاله مثلا نيمونيا او اتليكتسس او حاجه فدي بتخلي اللنج ايه تقيله كده ممكن هو اللنج كونسوليديشن دي يا اما نمره 2 حاجه غريبه قوي اسمها فاجيتاس يوتراينس او فاجيتاس فاجينالس ها عمرو سؤال ايه الفاجيتاس يوتراينس بقى وفاجيتاس فاجينالس دي بتحصل بالذات في حالات ال هو الكتاب كاتبها بطريقه غريبه شويه هي اكثر في حالات البريتش ديليفري تعرفين العيال الطبيعيه بتتولد ازاي براسها 97% من العيال بتنزل براسها خلاص قله من العيال بقى 3% من العيال بينزل بالمقعده دي العيال اللي هي فاهمه الدنيا صح يعني بيصدر الطرشه كده من اولها يعني دي عايز تاخد كده بصراحه يعني فالمهم لما تشوف لو تشوف ولد خلي بالك لو تشوف ولد بيتولد بريتش برزنتيشن دكتور النساء بيعمل ايه؟ يجيب فوطه دافئه على طول مجرد الولد رجله تطلع لازم فوطه سخنه كده دافئه يروح لفه بسرعه ليه ان شاء الله؟ لو سابه كده الهواء البارد ده هيروح خبطه الولد يبدا يتنفس وراسه لسه جوه فتلاقي الامنيوتيك فلويد بدا يدخل لو هو لسه في الفاجينا فيسموها فاجيتاس فاجينالس لو كان لسه في اليوترس فاجيتاس يوتراينس ايه ده اللي هيخليه يتنفس؟ بقى الهواء اللي بيخلي الواد يعيط ايه؟ اول ما بيتولد جسمه دافي كده الهواء البارد ده بيعمل له ستيميوليشن فيبدا يتنفس ويعيط بس ليه؟ الشيطان بيسعى حد بيحضر ارواح بس انت وليد الدور الشعبي يا كابتن النهارده حد انا في الدين دي ولا الشمس ولا دين ولا حاجه انت بتقول شعبي يعني لك تدعو لدين جديد ايه اللي بتقوله ده زلت عملت على احطك يا خالد الحمد لله انه راح موت الشيطان ده فالمهم يا جماعه لا ده مش انا بجد يعني فالمهم يا جماعه فالمهم هو الكتاب كاتب لك ايه بقى بتحصل لو الولد راسه فضلت فتره طويله والولاده اتاخرت شويه وهو لسه بدا يتنفس وهو لسه جوه اليوترس او في الفاجاين ما اعرفش يعني حاجه غريبه هو الاكثر طبعا في البريتش ديليفري بتولد بالمقعده ده عشان كده دكاتره النساء المفروض لما يعرف ان الام حامل في طفل هينزل بريتش لازم يعمل سيزيريان بدل الغلب ده كله خلاص كل دي اسباب تعمل لي يلا حد يجاوب السؤال ده بقى
بتقول ايه؟ وهيكاشات برضه. اه هيكاشات. اللي هو اللانج مين اللي جاب عمر ساره قلت ايه؟ سلسبيل قالت قطر. سلسبيل قالت ايه؟ لو احنا بنتكلم يعني انهي لوب اللي هو السؤال كده ماليش دعوه، السؤال جاي كده في الامتحان. لو بنتكلم على الفنتيليشن هيبقى الابر بارت فنتيليتد. لو انا قطعت يبقى المفروض الابر لوب. صح صح، يا صوره لو بنتكلم على الفنتيليشن انا حسب ولا حطيتها كلها هتطلع. لكن لو قطعت هو ده سؤال سينزك على فكره. هو الناس اللي بيلخبط بيضطر يقعد يحسبه، يعني الهواء يوصل ابر لوب الاول ما يوصلش لول. هي الهوم لونج اللي يحصل روتيشن ده مشكلته. البارشل بريث يعمل ايه؟ اللنج كلها يحصل في روتيشن، لكن لما تبدا تقطع بقى في اجزاء تغرق واجزاء ما تغرقش، مش كده؟ فده طبعا هو الهول لونج. اه جاب اساس جاب مفيش حاجه. الموضوع عادي يعني. ايه؟ الموضوع عادي. ما هو عادي بس ده كل سنه طلبه بي يعني طب ما جاش يوصل بعد ما قطعت يا دكتور. هو سؤال كده. بارشل سبايد لونج از كاركترايز باي. خلاص؟ قفل لوب صح، قفل لوب صح، كله صح. بالظبط السؤال ده. طيب ما هو بعد كده مين الموست كوريكت انسر دول؟ اصل انت ممكن لما تقطع حته صغيره بقى تلاقي فعلا الابر لون ده اللون ده ما حصلوش روتيشن. ايوه يبقى اجابه غلط. ممكن التانيين ده ما حصلش يبقى غلط. الثالثه برضه ممكن ما حصلوش روتيشن يبقى غلط. الاجابه الصح الوحيده هي الهول لانج. مفيش واحده دول هتحصلها روتيشن الا لو الهول لانج حصلها روتيشن. انا ما اعرفش ايه مشكله السؤال ده. كل سنه طبعا برضه بيحتاروا فيه وتلاقي الاجابه. بس انا مش معنى كلام دكتور فوق هواء تحت دم دكتور. عشان كده بقول الفنتيليشن ده اللي هو في مين اللي قال الكلام ده؟ في باثولوجي الدكتور فيصل ودكتور ماشي. ده لو حصل ايه؟ لو نازل عايش وفي دم وفي ده. انا بتكلم على واحد ده ميت وبارشال اسبايرد يعني بارشال اسبريشن وقعدوا ينفخوا له وهو ميت كده. فده مشكلته اللي هو اللنج هيحصل في روتيشن طبعا. ماشي بقى؟ طيب خلاص انا فاضل درس بيزك اساسي. فاضل ايه؟ ده فاضل كتير. لا ده خلاص يا عم خلص. عشان اصل انا مش هشوفكم تاني خلاص. يا اما تيجوا بكره. تيجوا بكره؟ لا. طب خلاص يبقى خلص بكره. جايين عملي؟ بس مش عارف عامل ولا مش عامل. هو ممكن على فكره بكره اللي مش عايز يجي بكره ممكن ما يجيش. يعني هو شويه جرات صغيرين هنشرحهم من كده. ماشي حاجه صعبه يعني. طب وعايز اديكم بكره بقى اللونج ريبوس مكتوبه كلها هي متحدده هديها لكم مكتوبه. العامل بكره الساعه 12 ان شاء الله. درس عامل الساعه 12 حد مصورها هديها لكم اجيبها على فلاش. عايزين نصورها نصورها. ماشي طيب. يلا يا جماعه نيجي بقى. انا بتكلم دلوقتي على الانترنال ساينز علامات الداخليه اللي بتدل على اللايف بيرث. قلنا ثلاث انواع، يا اما نمره واحد ريسبريشن، يا اما فيدنج، يا اما كارديو فاسكولار تشينج. قلنا ريسبريشن يا اما علامات في اللنج يا اما علامات في الجي اي تي. ايه بقى العلامات؟ يلا يا جماعه تيجوا معايا. ايه العلامات اللي في الجي اي تي اللي بتدل على التنفس؟ خلاص؟ انتوا عارفين. بص عشان نفهم الحته دي، احنا يا جماعه الكبار اللي زينا واحنا بنبلع واحنا بناكل، هل ينفع تبلع وتتنفس في نفس الوقت؟ مستحيل طبعا، لان الجلوتس بيقفل هنا وبالتالي ما ينفعش اثنين مع بعض. لو شفت بقى عيل صغير وهو بيرضع هتلاقيه بيعمل الاثنين مع بعض. العيال الصغيرين الريفلكس بتاع الجلوتس ده لسه ما حصلش عندهم، وبالتالي تلاقيه بيرضع وفي نفس الوقت بيتنفس. حاجه غريبه جدا. عشان كده امه كل شويه لازم تعمل ايه؟ تروح شايلاه كده ترضع عشان تكرعه. الواد ده طول ما هو بيرضع ما يدخل هواء. خلاص؟ وبالتالي لو اثبتنا ان في اير موجود في الجي اي تي بتاع الولد ده، يبقى الولد ده كان نازل عايش بيتنفس وبيرضع وكده. خلاص؟ فهي الاختبار ببساطه اسمه ايه؟ جي اي تي ايفيدنس اوف ريسبيريشن. اعمل حاجه اسمها ستومك باول فلوتيشن تيست. يا اما بقى اعمل طبعا اكس راي، دي هبله. هو ده الاختبار الاهم اسمه ستومك بقى في الديجيتس. بشرح الولد واطلع الجي اي تي اربطها من فوق ومن تحت عشان الهواء ما يتسربش، واروح حاططها في الميه. لقيت الاستومك حصل لها فلوتيشن، يبقى الولد ده كان نازل عايش. خلاص؟ وتنفس وكان بيرضع والهواء بيدخل والكلام ده كله. خلاص؟ لقيت الاستومك ومعاه الابر انتستن اللي هو الحته الاوليه بتاع السمول انتستن كده كلها حصل لها فلوتيشن، لا ده عاش ولمده 3 ساعات كمان. الهواء داخل لحد الابر انتست. لو لقيت وصل لحد اللور جاب كمان اللور انتست من تحت كده، يعني خد الجي اي تي كلها، يبقى ده عاش لمده 6 ساعات كمان. بالاختبار ده بيفيدني كمان اعرف عاش قد ايه. ماشي يا جماعه؟ اسمه ستومر باور فلوتيشن تيست. برضه عيوبه نفس الكلام، لو حصل له بيوتريفاكشن والكلام الفارغ ده كله برضه هيعمل لي ايه؟ فلوتنج رغم ان هو ميت.
خلاص خلاص فاضل حاجات بسيطه بقى وبنخلص فاضل 5 دقايق بالظبط ونخلص ان شاء الله. نمره 2 ساينز اوف فيدنج ازاي تسقي، يبقى احنا اثبتنا ان هو اتنفس خلاص. نمره 2 عايز اثبت ان هو اكل، اعرفها ازاي؟ كلام فارغ، افتح الاستومك الاقي فيها كلوستروم او لبن ملك. نمره 2 افتح الانتستين الاقي فيها ستولز ولا يلوش ستولز؟ يلوش ستولز خلاص، لان الميت بيبقى عنده ميكونيوم برضه خلاص. نمره 3 كارديو فاسكولار تشينجز، ايه التغيرات اللي بتحصل في الكارديو فاسكولار تشينجز في الولد بعد الولاده؟ اه انتوا عارفين ايه الفرق بين الفيتال سيركوليشن والسيركوليشن بتاعتنا؟ ما عندوش بالمانر سيركوليشن. اه عنده هما ثلاث فروقات بالظبط كده. ادي الهارت اهو كده كده، وطالع حاجه اسمها البالمونري ارتري، وطالع الاورطه خلاص. اول فرق طبعا ان عنده السيبتا في النص ده مفتوح، في حاجه اسمها ايه؟ فوريمن اوفين. فوريمن اوفين خلاص؟ احنا يعني عندنا طبعا دي مقفوله. تاني فرق الدم اللي هيطلع في البالمونري ارتري ده هيروح فين؟ اللنج مقفوله، فربنا بيعمل له حاجه هنا دكت كده، تاخد اللي اسمها دكتس ارتريوزس، تاخد الدم من هنا توصله على الاورطه ويكمل الدوره بتاعته. ده تاني فرق ان عنده دكتس ارتريوزس. اول فرق اهو فوريمن اوفين، الاثنين دكتس ارتريوزس. نمره 3 طب الفينس بلاد بتاع الولد ده هيروح فين؟ والاكسجينيت بلاد هيجي له منين؟ عنده حاجه اسمها امبيريكال فيسلز بتروح على البلاسينتا تجيب له ملح. يبقى ده تالت فرق ان هو عنده امبيريكال فيسلز. بعد الولاده التلات حاجات دول بيتغيروا خلاص؟ من نمره 1 ناخدهم واحده واحده. نبدا اولا بالتشينجز اللي في الامبيريكال فيسلز. احنا قلنا من شويه الامبيريكاس من بره شكلها ايه؟ 1 2 1 2، من جوه شكلها ايه؟ 2 1 2 1. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك كده بعد يومين من الولاده يبدا الشرانكن امبيريكال فيسلز ويبدا يطلع فيها بلاد كلوتس. وبعد 1 ايه بقى؟ 1 ويك ستارت اورجنايزيشن اوف ذا كلوت، تبدا يحصلها فيبروزس. وبعد 2 ايه بقى؟ 2 ويكس، بعد اسبوعين 2 1 2 1، بعد اسبوعين كومبليت اورجنايزيشن اوف ذا كلوت. وبعد 1 مانث اللي في الكتاب مكتوب 4 اسابيع، يعني 1 مانث، بعد شهر يحصل ايه؟ الاقي الامبريكال فيس دي تحولت الى ليجامنتس بيسموها امبريكال ليجامنتس خلاص. يبقى بسهوله جدا لو اثبتت ان الحاجات دي حصلت يبقى الولد ده طبعا كان نازل عايش وحصل له تشينج في السيتويشن بتاعه. بصوا بقى، بص يا جماعه جمال بقى الحته بتاعت 2 1 2 1 دي، ها عكس 1 2 1، عكس 1 2 1 بتاع اكسلن. جمالها الثاني بقى ايه يا جماعه؟ ان بصوا يا جماعه ركزوا معايا ركزوا معايا، جمالها الثاني ان مع الواحد الاولانيه دي الفرومن اوفيل بتقفل، ومع الواحد الثانيه الدكتس ارتيلوز بتقفل. يبقى الفرومن اوفيل بتقفل بعد 1 ويك خلاص. الدكتس ارتيريوزس المفروض بيحصل حاجه اسمها فانكشنال كلوجر سبازم كده بعد 6 ساعات، لكن عشان يحصل بقى اكشوال كلوجر وفايبروزس بتحصل بعد شهر. وان او الكتاب كاتبها 6 اسابيع، ما فرقتش من شهر لشهر ونص خلاص. يبقى اجي ايه التشينج بتاعتنا بتحصل في السيركيوليشن في منتهى الايه الاهميه. ماشي يا جماعه؟ طيب من الكلام اللي انا قلته بقى ازاي نعرف البيريد اوف سرفايفل؟ انا عرفت ان هو نزل عايش، عايز اعرف عاش قد ايه؟ من كل الاختبارات اللي انا قلتها بقى، اولا من 1 2 1 2 اللي بره، و2 1 2 1 اللي جوه، والديسكوميشن سكين لو لقيته بيبدا يتقشر يبقى ده يومين، كومبليت يبقى بقاله اسبوعين، كل الحاجات دي اللي انا قلتها. من الانتي مورتم ووند لقيت الكدمات اللي عنده لونها اصفر يبقى ده عاش بعد الولاده اسبوع خلاص. لقيت عنده التغيرات اللي حصلت في الكرومين اوفيل و1 ويك والكلام ده خلاص. تجميعه بس اللي فات كده. طيب فاضل دقيقتين 3 دقايق بالظبط وخلص ان شاء الله، خلاص 4 دقايق. طيب ميثود لا خلاص، ميثود اوف فايلنس، ايه بقى طرق العنف اللي الامهات بتستعملها؟ يبقى لحد دلوقتي دور الطبيب الشرعي اتعرفنا على البيبي الاول، نمره 2 عرفنا ان هو كان نازل عايش لايف بيرث، نمره 3 عرفنا عاش قد ايه كمان من التغيرات اللي بتحصل له، نمره 4 عايز اعرف الطريقه اللي اتقتل بيها ميثود اوف ايه ابلايد فايلنس خلاص. الامهات اللي بيقتلوا اولادهم بقى الليجال تشايلد ده في عندهم طرق كتير قوي، اغلب الحالات بتبقى خنق على فكره اسفكس خلاص. يعني في طرق كتير، لكن من ضمن الطرق في ام خبيثه جدا بعد الولاده قبل ما تقطع الامريكا كورد او تقطع يعني تروح لفاحه من رقبته كده وخانقاه عشان تقول لك ايه انه مات، ده اكسيدنتال استرنيشن، هو نزل والحبل لف عند رقبته هو اللي خانقه. عشان كده عندنا جدول خطير مهم جدا 3 نجوم على الاقل، اللي هو ديفرنشيت بين هوميسايدال اللي امه قتلته والاكسيدنتال اللي اتخانق لوحده.
في شويه فروقات كده مهمه. اول فرق جدول ده خطير. اول فرق عدد التيرنز اراوند ذا نيك. طبعا اللي بتموت ابنها بتلف لفه والتانية عشان تتاكد ايه الخناقه. انما طبعا هو الاكسيدنتال مفيش عيل هيفضل يعمل راسه كده يعني. هي لفه واحده وخلاص يعني. نمره اثنين. نمره اثنين وورنينج جيلي. لو مسكت امريكا كورت هتلاقي من جوه صوف زي جيلي خلاص. فلو هي بقى بعنف وبتشد عليه كده هتعمل كده يحصل ديسبليسمنت اوف وورنينج جيلي في الاجناب خلاص. انما هنا طبعا ده مفيش عنف ولا حاجه مفيش ديسبليسمنت اوف وورنينج جيلي. نمره ثلاثه كات سيكشن. طبعا نتيجه الضغط كده شد بتجي بقى فلات كات سيكشن في منطقه الايه العقده اللي هي الرقبه. انما هنا طبعا بيبقى ايه راوند عادي لان مفيش حد ضغط ولا حاجه ده حاجه اكسيدنتال. ابريجن وبروزس الاقي طبعا لو في عنف وبتشد وضعفرها وبتعوره وحاجات كده ممكن الاقي شويه ابريجن وبروزس. الثاني مفيش الكلام ده. اخيرا كونستريكشن مارك. طبعا لو هي الخنقاه وضغط عليه جامد كده بعد ما تشيل الامريكان كورد هتلاقي فيه علامه ديب كونستريكشن مارك نتيجه الضغط الشديد. انما هنا طبعا مش هتلاقي الكلام ده خلاص. جدول مهم جدا. في برضه ام ثانيه خبيثه اخرى بتموت ابنها ازاي؟ هي خبيثه هي خبيه بس يعني مجرمه يعني بس خبيثه بصراحه. تعمل ايه بقى؟ بعد الولاده تروح ماسكاه من رجله كده وعامله سماشنج اوف ذا هيد اجينست ذا وول وخطاه في حيطه. والله نعم ده ايه عندنا جار كده راح ضرب راسه في الحيطه. ليه بقى الست دي خبيثه؟ عشان لو حد كلمها عشان لو حد كلمها تقول له ايه؟ انا كنت ماشيه وحامل وماشيه كده الواد راح نزل وقع في غلط خبط في ايه سلم في حاجه بتحصل كده؟ حاجه اسمها بريسيبيتيت ليبر. ده لو واحده مثلا خلفت 20 مره قبل كده خلفت كتير قوي. اللي خلفت كتير دي العيال بيعملوا كده عارفه سكتها. تلاقي على الشهر التاسع مش هيستنى بقى لحد ما الدكتور يولده ممكن وهي ماشيه كده الواد راح نزل واحد خبط في الارض. ما عندهاش كنترول الولاده ما فيش كنترول الكلام ده والله ما فيش تون خالص والبلفس واسع قد كده والعيال من كتر الخلفه صحتهم وحشه وزنهم صغير تلاقي العيال بتقع كده لوحدها خلاص فتقول له كده صحيح والله فتقول له كده هو راسه مكسور هو وقع من اسمها برستيت ليه. نمره اثنين ما سمعتش عنها برستيت ليه خالص. انت كنت فاكره اصلا انها كانت ماسكاه فوقع منها على الارض يعني ماشي الواد وقع. بص هتلاقيها مثلا واحده ست خلفت 7 8 مرات قبل كده هتدايما هتقول لك الكلمه دي يعني الولد السابع ده والله كنت مش عارف ماشي كان هيقع مني لوحده كان هيقع مفيش والله العظيم يعني فالمهم يعني المهم ماشي يا جماعه. طب يقول لك حاجه ثانيه او تقول لك حاجه ثانيه ده كان ولاده صعبه والدكتور بيشد عليه بالفورسز والحاجات دي وهو ده اللي عمل له كسر في راسه او تقول لك ان هي الفورسز ديليفري الحاجات دي كلها خلاص. فعشان كده عندي جدول برضه مهم ازاي افرق بين الهيد انجري اللي هي تروماتيك اللي امه ضربته والبريسيبيتيت والديفيكالت والفورس ديليفري. افرقهم بعض ازاي؟ اول فرق طبعا المطر نفسها. ما ينفعش واحده برايمي اول مره تخلف في حياتها وتيجي تقول لك ده وقع مني. واللي وقع منك ده برايمي مش كده؟ يبقى لازم البريس اللي تقول لك بريسيبيتيت ليبر دي لازم تكون مالتي خلفت كتير. وطبعا غالبا اغلب الناس في الستات اللي هو بيموتوا عيالهم دول بيكون برايمي. والناس اول مره طبعا حاجه الليجال بريجنسي وكده فبعد الولاده لان طبعا لو هي بقى خبره في الموضوع ده بتعمل ابورشن من الاول مش هتستنى لحد ما تولد. انما دي غالبا بتكون برايم في حاله الهيد انجن خلاص. طبعا الديفيكالت ليبر والفورس والحاجات دي غالبا برضه بتكون برايم لان لو واحده عارفه ان عندها كونتراكت بيلفس في الولاده الثانيه والثالثه تعمل سيزيريان مش هتعمل فاجينال ديليفري خلاص. يبقى ده لازم تكون مالتي تاني بيكون برايم. انما دي ديسبروبورشن مين اللي حجمه كبير طبعا هنا في الديبسبيت ليفر مفيش اي ديسبروبورشن الولد صغير والبلفس كبير فبينزل بسهوله. دول طبعا ديفيكالت ليبر فورس دي معناها ولاده متعسره يبقى لازم يكون في ديسبروبورشن موجود. يعني الولد حجمه كبير بالنسبه للبلفس يعني مفيش تناسب بينه الولاده صعبه. نمره ثلاثه امبريكال كورد. طبعا في حاله بريسبيتيت ده وقع فهتلاقي بقى مقطوع ومحطوط مشبك والكلام ده لا طبعا ده تورن متمزق. انما التانيين دول ولاده عادي جدا بكت ايه كات امبريكال كورد مقطوع ومحطوط مشبك السره لو كانت عامله في المستشفى. نقطة بعد كده كابوت ساكسيدينم. ايه الكابوت ده اللي هو ايه؟ راس. كابوت يعني راس. ساكسيدينم يعني راس اضافية يعني. لما يكون ولادة صعبة قوي طبعا الواد راسه مزنوقة كده تلاقي الحتة دي ورمت قديمة كده بتطلع كده قديمة راسه بتكبر كده طبعا دي معناها ديفيكالت او فورسبس. هم دول بيكون معاهم كابوت ساكسيدينم. البريسبيتيت طبعا مستحيل تلاقي عنده كابوت ساكسيدينم. خلاص؟ بعد كده السكاب الإصابة اللي موجودة. في حاله البريسيبتيت ده وقع خبص في الارض تلاقي طبعا في شويه كونتيوجن وممكن تلاقي لسنيت الجون حتى ديفك الحاجات دي كلها قديمه طبعا لان ليه
الجرح اللي كان مزنوق في الولاده لو استعمل فورسبس هو بيشد بالفورسبس ممكن يعمل لي كونتيوزد ووند جرح كونتيوز لان آلة بلانت يعني. الثاني طبعا ممكن تلاقي اي حاجه بقى غالبا كونتيوزد ووند لما تعمله سماشنج اجينز وول كده طبعا طبعا تعمله بروح ايه في السكال مكان الفراكشر في حاله البريسبتيت بيقع ايه مع الفرونتال يا برايتال كل واحد ليها مكان مش خطير قوي يهمني دي نوع الفراكشر تايب فراكشر في حاله البريسبتيت بيكون بولر فراكشر ايه البولر فراكشر حد فاكر برافو البولر فراكشر ده عباره عن فيشر فراكشر اوكيرنج ات ذا موست بولجينج بوينتس ميد واي بتوين سترايكنج سيرفيس اند سبورتنج سيرفيس ضرب الناحيه كده بيحصل بولجينج فدي برده هي ماشيه في الشارع راح واقع منها خبط في الارض ووزنه من فوق كده يعني هي ناس في الارض كده فالوزن فتلاقي حصل بولجينج ذا بولز في حاله البريسبتيت يكون عنده ايه بولر فراكشر انما التانيين اي فراكشر ممكن يحصل طبعا بس هنا يعني بنشوفه كتير هو البولر فراكشر ساعات بالنسبه لي خلاص نمره 2 الحاجات دي كلها طبعا موست بروبلي دي مش قواعد يعني ما اقدرش احلف على اي واحد من دول خلاص التانيين بيكون غالبا ديفيكالت ليبر ولاده صعبه لو عمل فراكشر هيكون فيشر فراكشر ده الفورس ديليفري بتاع حديد كده وعامله كده الفورس بتاع عباره عن اهي والحته اللي فوق عامله كده اللي هو بيمسك بيها راس الواد فدي لو ضغط بيها جامد شويه ممكن تعمل لي ديبريست فراكشر واخد نفس شكل الفورس خلاص الاخير اللي هو الهيد انجري طبعا مستعمله طريقه عنيفه جدا فممكن تعمل له كومنيوتد فراكشر او اي نوع تاني بقى على حسب قوه الضربه بتاعته خلاص الجدول ده برده في منتهى الاهميه بس الجدول بتاع الامريكا كورت خطير اهم بكتير السؤال بقى اللي بيجي اهو يلا حد يجاوب ده بقى بيجي كتير جدا السؤال ده واخر السنه يعني متوقع بقوه كل سنه بنتوقع هو ليف بيرث ولا اعرف منه لايف بورن ولا ستيل بورن استيميشن او ازاي اعرف ازاي لايف بورن ستيل بورن واحد اثنين واحد اثنين ومن جوه اثنين واحد اثنين واحد اثنين تايم وانترفال عمر الجنين ازاي؟ لا عمره بعد الولاده السادس بيبقى عند استاذه والله والله يا حبيبي استاذه استاذه والله ما حد يعرف يجيب الحاجات دي استاذه والله طبعا لسه قايلها امبارح في الشهر السادس بيكون عند زيفوت بروسس وعند الشهر التاسع بيكون طوله 50 سم وفي ميد واي بالظبط كده نمره 3 بعرف ايه تاني ايه لسه اهم حاجه في السؤال ده هو الجدول بقى امريكا كور بعرف منه اذا كان هوميسايدال ولا اكسيدنتال سترانجليشن يبقى ادي الاجابه على حسب الدرجه لو جاي عليه اربع درجات الكلام ده يتوصف خلاص ادي الاجابه اهي بفرق بين الهوميسايدال والاكسيدنتال وتعمله تكتب الجدول ساعتها وبعرف منها الايج اوف ذا فيتس 6 شهور 9 شهور اخيرا بشخص منها اللايف بيرث من بره 1 2 1 2 ومن جوه 2 1 2 خلاص نفس السؤال بنفس الاجابه جالهم ازاي والطلبه برضه قعدوا يتفلسفوا كده وضيعوا نفسهم درجات السؤال جه كده حد يرفعها دي السؤال جالهم ازاي بقى كده فاينل اكزام فاينل اكزام الدور الثاني 2012 قال لهم ايه عليه اربع درجات خلي بالك ميديكال ليجال اسبيكتس اوف امريكان كورت اكزامينيشن ان كيسز اوف انفانتسايد حدد لهم في حاله انفانتسايد فالطلبه قال الانفانتسايد عاملين الجدول بس بتاع الهوميسايدال والاكسيدنت لا هو الانفانتسايد لازم تعرف برضه ده نزل عمره قد ايه؟ ست شهور لان لو ست شهور يبقى مفيش انفانتسايد تسع شهور يبقى في انفانتسايد نمره اثنين عاش قد ايه؟ خلاص يبقى نزل عايش ولا نازل ميت وبعد يبقى لازم برضه نفس الاجابه بالظبط في هذا السؤال خلاص؟ يبقى السؤالين بنفس الاجابه طيب ادي الاجابه ايه؟ مش خلصنا كده؟ ماشي يا جماعه فاضل صادر الانفنت سندروم ما فيش حاجه نخش في دوميستيك فايلنس بالمره؟ نعم ده عند دكتور انا بكره انت الفراكشر ها؟ 12 الساعه 12 الشهر فاشل كان ليه 7 كده الصبح؟ شو بس القاعده هناك خالي ما تنفعش في العمل اصلا بكره الساعه 12 12 ان شاء الله تراجع في الكليه الاول نشوف العمل هناك وبعد كده على نعم مسيح خلاص ما جيش يا بقى في ميكروسكوبات كتير ما نزلتش هم 10 ميكروسكوبات انا زي ده مدلعين كلنا على السنين يعني مش والجراد قليله جدا اللي نازله شفت الميزه بقى اللي الكتاب ما نزلتش ميزه قويه الكلام ده كلام في اليوم ان شاء الله يتم يعني كلام كلام ابوه كلام جدا تعرف الولد ده ميت بقى له قد ايه بوست مورتم انترفال
زي الكبار الكولينج والهايبرز الكلام بتاع زمان. لكن في فروقات بسيطه بقى. الكولينج مثلا ما بيمشيش بالمعدل الطبيعي بتاعنا. الكبار من دقيقه لدقيقه من درجه لدرجه ونص كل ساعه. ده بقى اكتر اسرع طبعا. انما الديل بوتفاكشن ابطا بكتير لان ما عندوش ايه بكتيريا. انما ده الراجل مورتس عنده اسرع بكتير عضلاته قد كده. اي تي بي بيخلص بسرعه. كلام فات. اخر حاجه هنقولها معلش السؤال ده. ده لسه جاي فاينل 2014 دور التاني. دلوقتي بقى في موضه في الاسئله الجديده يقول لك ايه احلى بكتير قوي من ترو فولس. الحمد لله يعني. يجي يقول لك اكسبلين اشرح لي الحته دي. هنشرح بدل ما يقول لك ترو فولس تبقى متلخبط يا صح ولا غلط. لا بيقول لك اشرح الكلمه دي على طول. ده اسهل لكم يا رب تيجي كده في الامتحان يعني. قال لهم كده في الدور التاني. تمن نمر؟ لا هو كان في اربع نقط كل واحد عليه ضربتين. فدي عليه ضربتين. في واحد زي ده كان 50 كان في ايه؟ هو اكيد مش هيقول لك ان دي ليها اربع نقط في الاجابه يعني هو مش هيكتبهم لك بالمره. يعني يلا اشرحوا يا جماعه. اكسترنال اكزامينيشن كان بروف كيسز اوف انفانتسايد. هتقولوا فين؟ هنقول الاول ان هو اكسترنال اكزامينيشن هيقول لي انت استرنال ليف ولا ستيل ولا الان حرك خمسه قلتهم لو انا شفت العينه خلي بالك اجابه السؤال ده يا جماعه ها سلسميل ايه رايك في اجابه السؤال ده؟ ان احنا نقول الانفانتسايد اصلا لازم يكون ليف بيرس اللي هو بتاع جدولين جدولين الامبريكال والهيد انجن وانا الاول لازم اثبت ان هو لايف بيرس. فاطمه جاوب السؤال ده ازاي؟ طيب صح سؤال كبير على فكره مش مفيش بعد اكتب ديفرنشال دايجنوستكس مش جدول بقى هتقول له لو كان ديفرنشال ليبر شكله كذا تقول له كلمتين على كل واحد خلاص. فده الاجابه ايه؟ يطلع اكسترنال سايز اوف لايف بيرث مش بس مش بالتفصيل خليك ذكي ماشي يا جماعه. هو الامتحان كلنا بندخل الامتحان عارفين نفس المعلومات مذاكرين نفس الكتاب لكن كل واحد بيعرف يوظفها بقى في الوقت المناسب بالطريقه المناسبه. ده اللي بيفرق بين اللي بيطلع الاول واللي بيطلع الاخير. كلكم في الاخر نفس المستوى تقريبا لكن كل واحد بيعرف يوظف المعلومات بتاعته في الوقت المناسب خلاص. فدي لقيت عليها درجتين ما تكتبش عليها ثلاث صفحات بقى يبقى كل واحده بتكتب بس تغطي النقط كلها باختصار خلاص. بس لا خلاص ما خلاص اخر حاجه بقى خلاص خلصنا كده. اخر حاجه من انواع اسباب الوفاه ها فضل اسباب الوفاه اللي احنا قلناها يا اما ناتشرال يا اما بالاهمال اوميشن يا اما بالقتل اللي هو الكوميشن العنف يا اما لما اربعه يموتوا ازاي لوحدهم من غير سبب اسمه سادن انفنت ديث سندروم. كلمه سادن انفنت ديث سندروم معناها ديث سادن ديث اوف ابيرنتلي هيلثي انفنت. ولد دخل سريره ونام زي الفل يعني ابوه وامه دخلوه ينام كده ما عندوش اي مشاكل ولا عمره اشتكى من حاجه. جم يصحوه الصبح لقوه ميت. جينا نشرحه في مركز الطب الشرعي ما لقيناش اي سبب للوفاه. خلاص حاجه غريبه جدا مش عارفين لها سبب لحد دلوقتي. تفتكروا سببها هيكون ايه؟ صدر الانفنت ديث سندروم ده. خلاص والله ما حد يعرف لحد دلوقتي. طلع عليها الاف النظريات. والله اي حاجه هتقولوها هتطلع صح. قولي هايبوناتريميا، هايبر ناتريميا، هايبوكاليميا، هايبر كاليميا، هايبو اي حاجه. احفظ لك اي حاجه من دول كله صح. الرجي مش عارف للميلك ايه. انبورن اير ميتابوليزم اي حاجه طلعت ملايين النظريات خلاص. وبالتالي عمر ما حد يسالك ايه اسباب الصدر الانفنت ديث سندروم لان مفيش حد على وجه الارض يعرف ما نعرفش فعلا. لكن المعلومات اللي نعرفها عنه هي الاتي ان هي بتحصل اكتر طبعا تحت سن سنتين لان هو انفنت خلاص. لكن اكتر سن بيحصل في الكلام ده الشهر الثالث والرابع. ليه؟ والله ما حد يعرف ايه اللي بيحصل في الشهرين دول بالذات. اغلب الوفيات بيحصل في الشهرين دول. الطفل لما بيعدي الشهر الرابع بنطمن شويه بعد كده بتقل شويه. نمره اثنين بتحصل اكتر في الولاد الميلز اكتر من الفيميلز. ليه؟ والله ما حد يعرف. نمره ثلاثه بتحصل في النجرويدز اكتر. نمره اربعه في السنج اللي هو ايه؟ انفنت اوف توين. لو توين توأم ولا حاجه احتمال واحد منهم يموت كبير. ليه ان شاء الله؟ لان غالبا بيكون معاهم كونجنتال انوميليز او حاجه لو بيرث وين حاجات زي كده. خلاص؟ اكتر برضه بنشوفها في حالات اللي هو اللو سوشيو ايكونوميك كلاسز بيت زحمه وفقير وتهويه سيئه والحاجات دي كلها. واكتر في شهور الشتاء شهور البرد خصوصا لو كان ريني ومطر وحاجات زي كده.
ايه علاقه الحاجات دي بسون ديث؟ والله ما حد يعرف. خلاص هذا الموضوع مستحيل تتسالوا فيه اعتقد يعني، لان ما نعرفش عنه حاجة.